مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من كلام في الميديا. حلقة النهاردة هتكون غاية في الأهمية، لأن عندنا كالعادة أخبار متنوعة ومتعددة، سواء على الصعيد المحلي العالمي وكمان فيما يتعلق بنادينا الحبيب النادي الأهلي، وآخر جديد ليخص هذا الكيان بكل تأكيد. الجزء الثاني من حلقة النهاردة هينورنا وشرفنا في استوديو الأستاذ محمد الأوسي، الناقد الرياضي الكبير وضيف كل خميس للحديث عن كل الأحداث اللي دارت على مدار أسبوع سابق، والكلام هيكون مستمر في بعض القضايا الهامة جدا على الساحة الرياضية المحلية أكثر تحديدا. طيب نروح الأول نشوف أهم عناوين حلقة اليوم. يلا موافقات أمنية لخوض مباريات الأهلي على استادي السلام والقاهرة. مهند مجدي رئيسا لبعثة الأهلي في تونس. الأهلي راح من المران اليوم ويستأنف تدريباته غدا. عاشور وإكرامي وسليمان ينتظمون في تدريبات الأهلي غدا. المنتخب الأولمبي يختتم استعداداته لنهائي أمم أفريقيا. ورمضان صبحي الحديث عن ثلاثي المنتخب الأول المنضم للأولمبي سابق لأوان. طيب نبتدي بأهم خبر بالنسبة لكل الجماهير في الحقيقة، يعني ده خبر مهم جدا، هو فيما يتعلق ب حضور الجماهير للمباريات وكمان أماكن والاستادات اللي هتستضيف مباريات النادي الأهلي سواء محليا أو أفريقيا. وفي الحقيقة هو كان خبر منتظر، يعني النهاردة بشكل رسمي الاتحاد المصري لكرة القدم أرسل خطابا للنادي الأهلي بيبلغ فيه النادي بيقول لهم يا جماعة احنا خدنا الموافقات الأمنية بشكل نهائي خلاص ان انتوا تلعبوا مبارياتكم محليا، هتكون في استاد القاهرة بحضور 5000 مشجع، وفي استاد السلام هيبقى بحضور 10000 مشجع، ده بخصوص المباريات الافريقيه. فبالتالي ده خبر كويس جدا ومبشر لحضور اكبر عدد كمان من الجماهير خلال المراحل المقبله. هي خطوه كويسه وخطوه مهمه قوي في التوقيت ده، خصوصا بعد الشكل الكبير جدا والمميز اللي ظهر عليه الجماهير في بطوله الامم الافريقيه سواء الحاليه بتاعه الشباب او المنتخبات الاولمبيه او السابقه بتاعه المنتخبات الكبيره يعني اللي كانت في مصر. ففي كل الاحوال النظام كان كويس وحضور الجماهير كان ممتاز، فبالتالي ده الخطاب اللي ارسله الاتحاد المصري لكره القدم للنادي الاهلي واللي بيبلغ فيه النادي ان خلاص يا جماعه كل الموافقات الامنيه خدناها والامور ماشيه بشكل كويس، وانتوا هتلعبوا الماتشات المحليه على استاد القاهره هيبقى 5000 مشجع، والماتشات الافريقيه هتبقى على استاد السلام بحضور 10000 مشجع من خلال نظام تذكرتي، واللي ناجح بشكل كبير جدا هذا النظام في الحقيقه ولازم يستمر خلال الفتره اللي جايه. والدور هنا بقى على ايه؟ على الجمهور، ان احنا نكون ملتزمين باكبر قدر ممكن من الالتزام، عشان ده هيكون عائد بالافاده سواء على المشجعين نفسهم او على الانديه اللي بترغب دايما في حضور الجماهير لان بيبقى عنصر مهم وفعال جدا جدا، او بالنسبه للمنتخبات الوطنيه اللي اتاثرت خلال الفتره اللي فاتت بغياب الجماهير لان غياب الجماهير اثر على اللاعبين، فاللاعبين مش متعودين على حضور الجماهير، لما بتلعب تحت ضغط بتتاثر وبتخسر وبتعمل اداء سيء. لكن في كل الاحوال نتمنى ان دي تكون خطوه مهمه لخطوات اخرى اكثر ايجابيه في المستقبل القريب ان شاء الله بشان حضور الجماهير. الاهم كمان بالنسبه للنادي الاهلي ايه؟ ان انت خلاص كده بعد ما استاد برج العرب تم البدء في اصلاحه وتطويره ارضيه الملعب بالتحديد، فخلاص انت كان في سفر بقى واجهاد موضوع اسكندريه وبرج العرب ده بيبقى موضوع صعب جدا في الحقيقه سواء على النادي الاهلي او على الجمهور بيبقى عايز يحضر المباراه. انت دلوقتي مباراتك خلاص هتبقى في القاهره سواء بقى استاد السلام او استاد القاهره، فانت بالتالي الموضوع هيبقى ايجابي بالنسبه للنادي الاهلي وهنتجنب متاعب كثيره فيما يتعلق بالاجهاد. ده خبر مهم وان شاء الله القادم يكون افضل وافضل باذن الله تعالى. طيب عايز اكمل في اخبار النادي الاهلي. احنا عارفين الاهلي عنده مباراه طبعا مع النجم الساحلي باذن الله تعالى يوم 29، فبالتالي رئيس البعثه هيكون الدكتور مهند مجدي عضو مجلس اداره النادي الاهلي هو اللي هيكون رئيس للبعثه بتاعه النادي في تونس. والفريق زي ما احنا عارفين هيمشي يوم 26 نوفمبر الجاري، هيخلص مباراه الجونه وهيبات ليله ويمشي تاني يوم على طول اللي هو هيكون يوم 26 في اتجاهه
لتونس للاستعداد بشكل نهائي لمباراه النجم الساحلي اللي هتكون يوم 29 على ملعب رادس، وهي مباراه في المستهل للمشوار الافريقي بالتحديد في مرحله المجموعات. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق. دكتور مهند مجدي طبعا كان حريص على الاطمئنان على كل الترتيبات الخاصه ببعثه الفريق من خلال طبعا التواصل مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، وان شاء الله نتمنى لهم يا رب كل التوفيق ويخلصوا الرحله دي بثلاث نقاط تكون مهمه في مشوار النادي الاهلي ويرجعوا لنا بالسلامه باذن الله تعالى. النهارده ما فيش تدريبات، متفاجئ طبعا بقرارات من مستر فايلر، وبتبقى طبقا للبرنامج الخاص الموضوع للاعبين، قرر ان ما يبقاش فيه مران النهارده الخميس، وبكره ان شاء الله الفريق يستأنف استعداداته النهائيه لمباراه الجونه. هذه المباراه الهمة جدا بالنسبة للنادي الأهلي، خصوصا هي مهمة ليه؟ لأن بعد فترة توقف طويلة بقى أنت مش عارف الشكل هيبقى عامل إزاي أو الأداء اللي هيبقى عامل إزاي، لكن لازم نتكلم مع الجمهور بصراحة شوية أو بمنطقية. هل إحنا منتظرين من الأهلي أداء مميز ومبهر على غرار المباريات الأولى مع مستر فايلر في مباراة الجونة بالتحديد؟ لا طبعا مش منتظرين، مش هيبقى منطقي. هتبقى حاجه كويسه قوي لو لعبنا بالاداء الجامد اللي احنا كنا بنشوفه ده، لكن بسبب فتره التوقف الكبيره اكيد هيبقى في تاثر عند اللاعبين، فاحنا منتظرين باذن الله النتيجه طبعا، باذن الله النادي الاهلي يقدر يفوز في هذه المباراه، ياخد ثلاث نقاط اخرى في مشواره في بطوله الدوري، لكن الاداء هيجي مع الوقت باذن الله تعالى. نتمنى طبعا ان احنا نكمل على الاداء المبهر اللي ابتدينا بيه سواء في الجانب الافريقي او المحلي، السوبر كمان دوري كان اداء كويس جدا من خلال مدير فني جديد مستر ريني فايلر، لكن الاكثر منطقيا ان احنا مش هنشوف نفس الاداء، لكن ان شاء الله باذن الله نشوف النتيجه المنتظره. فالفريق بكره ان شاء الله هيستأنف تدريباته. مروان محسن جاهز لمواجهه الجونه. مروان كان عنده زي اجهاد في العضله الضمه، اجهاد خفيف، وبالتالي كان امبارح عنده بعض التدريبات الاستشفائيه كده وجري حوالين الملعب، لكن خلاص بشكل نهائي تم اخذ التصريح الطبي لمروان محسن عشان يشارك في التدريبات بدايه من غدا باذن الله، ويكون لائق ومتاح للجهاز الفني في مباراتي الجونه والنجم الساحلي ان شاء الله. طيب من ضمن كمان الاخبار، عاشور واكرامي وسليمان ينتظمون في مران الاهلي غدا. اليومين اللي فاتوا كان عندهم تدريبات استشفائيه ايضا بالنسبه للثلاثي، وان شاء الله باذن الله من بكره برضه هيشاركوا في التدريبات الجماعيه بشكل طبيعي بعد الانتهاء من البرنامج الاستشفائي الخاص بيهم. في محاولات لتجهيز اجاييه لمباراه الجونه. اجاييه عنده زي شد خفيف في العضله الاماميه بعد مشاركته في مباراه الاتصالات الوديه كانت يوم الثلاثاء اللي فات، والانتهاء بفوز النادي الاهلي 1-0 لهدف وليد ازارو من ضربه جزاء. فبالتالي في محاولات ان اللاعب يلحق مباراه الجونه، المحاولات نسبه كبيره صعب ان هو يلحق المباراه دي، لكن ان شاء الله ممكن يكون متاح بنسبه اكبر لمباراه النجم الساحلي يوم 29 من الشهر الجاري باذن الله. طيب ده فيما يتعلق باخبار النادي الاهلي، اللي يا رب نتمنى لهم يا رب كل التوفيق للجهاز الفني واللاعبين في مرحله مليئه بالتحديات والاخبار او التحديات والمباريات الهامه جدا جدا بالنسبه للفريق ان شاء الله المرحله القادمه على الصعيد المحلي والصعيد الافريقي. طيب المنتخب الاولمبي بكره مباراه مهمه، نهائي بطوله الامم الافريقيه تحت 23 سنه مع كوت ديفوار بعد التأهل بشكل رسمي للأولمبياد من المباراة السابقة أمام جنوب أفريقيا والفوز 3-0. أنت خلاص تأهلت، حققت هدفك، أنت ناقص هدف تاني كده تكمل بيه الفرحة، يبقى الفرحة فرحتين، تكسب إن شاء الله بإذن الله كوت ديفوار بكرة. استعدادات قوية جدا، النهاردة مران الأخير بالنسبة للمنتخب هيكون على استاد بتروسبورت في تمام الساعة 8 مساء، وبكره باذن الله يخوضوا هذه المباراه. بكره في مباراتين، يعني بخلاف المباراه دي هتكون مباراه المركز الثالث والرابع، وهي مباراه اكثر اهميه، هي اكثر اهميه لان المباراه دي مباراه بطوله، اوكي ما فيش مشكله، اللي هي بتاعت منتخب مصر والكوت ديفوار، لكن الهدف الاسمى اتحقق ان الفرقتين او المنتخبين وصلوا ايه للاولمبياد. لكن مباراه الثالث والرابع من جنوب افريقيا وغانا دي هتكون في تمام الساعه 4 عصرا في استاد القاهره، واللي يكسب يروح اولمبياد، فهتبقى اكثر قوه واكثر سخونه في الحقيقه يعني. فبالتالي ان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق، خصوصا ان هم عاملين بطوله جيده حتى الان، عناصر اللاعبي المنتخب الاولمبي وكلهم بيتالقوا وكلهم يعني عاملين لنا منظر كويس جدا في الملعب من حيث الروح والاداء الرجولي في الحقيقه يعني. حكم المباراه من مدغشقر مباراه منتخب مصر وكوت ديفوار، وان شاء الله هو اللي هيقود المباراه من داخل أرضية الملعب بكرة بإذن الله تعالى. طيب مباراة المنتخب الساعة 8، مباراة غانا وجنوب أفريقيا هتكون الساعة 4،
والاستاد هيكون مفتوح طبقا بقى للي تم الاعلان عنه من قبل اللجنه المنظمه للبطوله، ان الاستاد هيتم فتحه للجماهير بدايه من الساعه 1 ظهرا، والاغلاق البوابات الخاصه بالملعب هتكون في تمام الساعه 6 مساء قبل حفل الختام بقى، مش الافتتاح، بنص ساعه، اللي هنطلق الساعه 6:30، فبتبتدي المباراه الساعه 4 اول مباراه، وبعد كده حفل الافتتاح 6:30، وبعد كده المباراه النهائيه بين مصر وكوت ديفوار هتكون الساعه 8 مساء. طيب عايز اتكلم شويه على تصريحات الكابتن شوقي غريب النهارده في المؤتمر الصحفي اللي بيسبق كل مباراه، واللي قال ان هو مبسوط جدا بالتاهل للاولمبياد، وقال ان هو يعني بيدعو الجماهير للحضور لمباراه الغد، وان احنا مش هنخذلهم وهنقدر ان احنا ناخد اللقب، وده هدف من ضمن اهدافنا الاساسيه بعد الصعود طبعا لطوكيو. وكمان اتكلم كابتن شوقي غريب وشكر الدوله اللي كانت في ظهر المنتخب الاولمبي اللي تتمثل في وزاره الشباب والرياضه والاتحاد السابق، اتحاد كره القدم السابق المصري، والاتحاد الحالي او اللجنه الخماسيه الحاليه، لان كلهم عملوا مجهود كبير جدا في انجاح هذا المنتخب طبقا طبعا لكلمات الكابتن شوقي غريب. قال كمان ان احنا هدفنا التتويج، وان احنا باذن الله هنفرح كل المصريين من خلال مباراه بكره. وتطرق لموضوع لاعب المنتخب الاولمبي، وهل يحق الكابتن حسام البدري ان هو يستدعي لاعب المنتخب الاولمبي خلاص بعد انتهاء هذه البطوله؟ طبعا يحق، ليه يعني؟ انت المنتخب الاول اهم في كل شيء يعني في كل الاحوال. اه طبعا الحدث ده كان مهم لان بيأهل مصر للاولمبياد، اوكي، لكن المعسكر القادم المنتخب الاول هيكون في شهر مارس، البطوله بتاعت الاولمبياد هتبقى في شهر 7، فبالتالي مش هيكون في ارتباطات للمنتخب الاولمبي الا لو في معسكر استثنائي يعني ساعتها. لكن الكابتن شوقي غريب قال طبعا كابتن حسام بدري يحق له ان هو يختار اي عنصر من عناصر المنتخب الاولمبي بعد الانتهاء من هذه البطوله. رمضان صبحي تصريحات مهمه قوي النهارده، ومشابهه للكلام اللي احنا قلناه لحضراتكم امبارح، وتطرق لموضوع ان الناس بتتكلم على الثلاثي الكبار اللي هيدعموا المنتخب الاولمبي في الاولمبياد. يعني قال يا جماعه الكلام ده سابق لاوانه، واحنا حقنا ان احنا نفرح، ولازم ان احنا ندي كل الاشاده والتحيه لل 21 لاعب اللي كانوا موجودين في البطوله دي، واللي قدروا ان هم يحققوا الهدف الاهم بالتاهل للاولمبياد. فموضوع ان احنا نتكلم دلوقتي على الثلاثه اللي ينضموا لينا ده موضوع متروك للجهاز الفني وكابتن شوقي غريب، لكن مش ده توقيت، واحنا عايزين ندعم الناس اللي فرحتنا وال 21 راجل اللي كانوا موجودين في البطوله دي، وعنده حق في الحقيقه في الكلام ده. كمان قال هنلعب مباراه بكره من اجل التتويج بالبطوله، ومش هنتهاون امام كوت ديفوار، هتبقى المنظر هيبقى احسن طبعا لما نكسب هذه البطوله، وده هيبقى شيء غايه في الاهميه. طيب دي كانت بعض الاخبار تتعلق بالنادي الاهلي واخبار اخرى تتعلق بالمنتخب الاولمبي. طيب عايزين نروح نشوف اهم الاخبار بقى اللي اتكتبت عن النادي الاهلي في صحف النهارده، يلا بينا. الجمهوريه، فايلر يشيد بالجماهير المصريه واستفسر عن تواجدها بالدوري، الاهلي يبدا مرحله الاشغال الشاقه من الجول. المسا، فايلر يواصل فرض السريه على تدريبات الاهلي، وضع ستائر خشبيه حول الملعب حتى لا يتشتت ذهن اللاعبين. الشروق، الاهلي ينهي اجراءات سفره تونس لمواجهه النجم بالبطوله الافريقيه. الاخبار المسائي، فايلر يفاضل بين 3 مهاجمين لتدعيم الاهلي، ملف كهربا محلك سر، والنادي ينهي اجراءات السفر لتونس. المصري اليوم، الاهلي يفاضل بين نيجيري وانجولي لتدعيم الهجوم، حمدي فتحي يعود اليوم من المانيا، وعبد الحفيظ يطير لتونس 24 نوفمبر. الدستور، جلسه لحسم ضم كهربا للاهلي ب 5 ملايين في الموسم. اليوم السابع، الاهلي يرصد 2 مليون دولار لتدعيم الهجوم في ميركاتو الشتاء. روزال يوسف، معركة حجازي، الأهلي يسبق الزمالك بخطوة في الطريق لضم برج الدفاع. طيب أخبار كتير في الصحف كالعادة زي كل يوم عن النادي الأهلي، نتناول بعض هذه الأخبار ونبتدي بالجمهورية اللي قالت إيه؟ قالت إن فايلر يشيد بالجماهير المصريه واستفسر عن تواجدها بالدوري. النهارده خلاص خطاب الاتحاد المصري لكره القدم اللي وصل للنادي الاهلي ووزاره الشباب والرياضه وكل هذه الجهات، يعني
بيفيد بحضور الجماهير اوكي، بس مش بالعدد اللي احنا بنشوفه طبعا في بطوله الامم الافريقيه، لكن في نفس الوقت حضور اي عدد ممكن او متاح هيبقى شيء ايجابي واضافه كبيره جدا للنادي الاهلي. الاهلي يبدا مرحله الاشغال الشاقه من الجونه، فعلا احنا هنبتدي بقى عدد كبير من المباريات بشكل متتالي، ومباريات كلها هتكون حاسمه ومهمه جدا في مشوار النادي الاهلي سواء المحلي او المشوار الافريقي المهم جدا في الحقيقه بالنسبه لكل الجمهور الاهلي. هروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نواصل التعليق على بعض الاخبار اللي كتبت عن النادي الاهلي في الصحف. استنى طيب نكمل الاخبار اللي كتبت عن النادي الاهلي في الصحف النهارده. نروح لجريده المثال اللي قالت ايه على النادي النهارده. قالت فايلر يواصل فرض السريه على تدريبات الاهلي، وضع ستائر خشبيه حول الملعب حتى لا يتشتت ذهن اللاعبين. ده طبعا موضوع اتكلمنا فيه من اسبوع كده او 10 ايام، وقلنا ان قرار الجهاز الفني ان هو يحط الستائر دي حول الملعب، لان في بعض الاحيان بيبقى في تعليقات من الاعضاء او من الصحفيين اللي بيبقوا قاعدين وكلام من ده، فالراجل شايف ان كده هيبقى في مزيد من التركيز والجديه اكتر عند اللاعبين لما ما يكونش ذهنهم مشتت بالناس اللي بتتابع التدريبات. خطوه ايجابيه في الحقيقه يعني، ممكن البعض متضايق منها شويه بحكم شغله، يعني الصحفيين برضو ناس معذوره يعني نفسهم ان هم يتابعوا المران بشكل جيد وبعدين يكتبوا اخبار كمان شغلهم بيمارسوا عملهم يعني، لكن في كل الاحوال الاهم طبعا مصلحه الفريق، مصلحه الفريق من خلال القرار زي ده من وجهه نظر طبعا الجهاز الفني للنادي الاهلي. طيب الشروق، الاهلي ينهي اجراءات سفر تونس لمواجهه النجم بالبطوله الافريقيه. الاجراءات خلاص كلها تم الترتيب ليها وقلناها قبل كده، وان شاء الله البعثه هتسافر مباشره من الجونه هناك ل تونس العاصمه عشان خوض مباراه الاهلي والنجم الساحلي. وزي ما حضراتكم عارفين زي ما مكتوب كده في الخبر ان الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره والكابتن سمير عدلي المدير الاداري هيسبقوا البعثه، ومش هيكون طبعا كابتن سيد موجود في مباراه الجونه، هو هيسافر يوم الاحد مباراة يوم الاثنين، وهيستقبل البعثة إن شاء الله بإذن الله يوم الثلاث في تونس. طيب من ضمن كمان الأخبار نروح لجريدة الأخبار المسائي، واللي قالت إن فايلر يفاضل بين ثلاثة مهاجمين لتدعيم الأهلي. في مهاجمين معروضين يعني عشان نبقى برضو بنتكلم بصراحة، في عدد من الأسماء معروضة على الجهاز الفني، لكن هل هو قرر اسم بعينه؟ لسه ما حصلش. موضوع ان كهرباء ملف كهرباء محلك سر، ده صح الملف زي ما هو، لا في خطوه قدام ولا خطوه ورا. القرار برضو لسه ما اتخذش بشكل نهائي بخصوص كهرباء، لان البعض بيتكلم عن الموضوع اتحسم، ممكن يتحسم وممكن ما يتحسمش، ممكن يجي كهرباء وممكن ما يجيش. في قرار رسمي لسه، ما فيش اي قرار رسمي بشان محمود عبد المنعم كهرباء. هو لاعب مميز طبعا واضافه لاي فريق في الحقيقه يعني، لكن طبعا في الاخر تبقى وجهه نظر فنيه، هم ادرى مش عارفين هل الناس هتوافق او مش هتوافق، لسه هنشوف القرار في ايد مستر فايلر. طيب نروح لخبر اخر من مصر اليوم. المصر اليوم بتقول ايه؟ طيب نفس الموضوع، الاهلي فاضل بين نيجيري وانجولي لتدعيم الهجوم. برضو اسماء من ضمن الاسماء المطروحه، هتلاقي جنسيه نيجيري جنسيه انجولي، فيهم كاتبين اسماء الاثنين لعيبه يعني، لكن في كل الاحوال المواضيع دي بتبقى سريه داخل القلعه الحمراء يعني، الناس بتشوف الافضل ايه وبعد كده ياخدوا القرار يعني. حمدي فتحي يرجع النهارده ان شاء الله بعد الجراحه، وعبد الحفيظ هيسافر تونس يوم 24. الدستور والحديث مستمر عن كهربا، وهيستمر خلال الفتره اللي جايه عن كهربا. جلسه الحسم ضم كهربا للاهلي ب 5 مليون جنيه في الموسم. وهم كاتبين في متن الخبر ان امير توفيق هيقعد مع كهربا. امير توفيق ده اللي هو مين؟ اللي هو مدير اداره التعاقدات والتسويق بالنادي الاهلي، هيقعد مع كهربا عشان يحسموا موضوع التعاقد ويوقعوا العقود وكلام من ده، وهم يعني بيقولوا ان المبلغ هيبقى 5 مليون جنيه في الموسم، كلها اجتهادات يعني لحد دلوقتي، لكن الاكيد ان مفيش اي خطوه رسميه سواء ايجابيه او سلبيه باتجاه كهربا. طيب نروح لروز اليوسف بتقول لك ايه؟ معركه حجازي، الاهلي يسبق الزمالك بخطوه في الطريق لضم برج الدفاع. هما كاتبين حاجه يعني في متن الخبر برضو ايه يعني بيقول لك الاهلي عشان خايف ان اللاعب يروح الزمالك فهيتفاوض مع احمد حجازي رغم الوفره العدديه الموجوده عنده في خط الدفاع. عمر ما الاهلي بيفكر في كده يا عمر ما الاهلي لو عايز يتعاقد مع لعيب هيتعاقد معاه عشان خاطر الزمالك ما ياخدوش، لا ده مش اسلوب النادي الاهلي خالص خالص يعني. الاهلي لو جاب حجازي هيبقى جايبه عشان هو عايز حجازي، محتاج لحجازي في خط الدفاع طبقا لوجهه النظر الفنيه.
هل في كلام مع حجازي؟ في مناقشات بشكل رسمي مفيش، في جس نبض يعني من الاخر كده. طيب الاولويه عند حجازي ايه؟ الاولويه عند حجازي النادي الاهلي لو هو فكر يرجع مصر. المعلومات اللي عندنا ان حجازي متمسك بالاستمرار في اوروبا، لكن في اولويه للنادي الاهلي لو هو اللاعب قرر خلاص انه يرجع مصر. يعني ده مؤكد، لو هيرجع حجازي مصر هيبقى الاهلي، لو الاهلي بقى مش عايز حجازي ساعتها ممكن، ساعتها حجازي ممكن يروح الزمالك، يروح بيراميدز، يروح اي حته تانية، لكن الاولويه عند اللاعب الاهلي ده لو هو عايز يرجع مصر. طيب لكن عمر ما الاهلي يعني بيخش في مفاوضات مع حد عشان ما يروحش الزمالك، يعني مش اسلوب النادي الاهلي خالص يعني. ماشي، اخبار الاهلي في المواقع نشوفها يلا. سوبر كوره، فايلر يتعرف على فكر جريدو من ثلاثي الاهلي قبل مواجهته في دوري الابطال. فيتو تعرف على موعد انتظام علي معلول في تدريبات الاهلي. اليوم السابع، محمد محمود يبدا مرحله جديده من العلاج بعد اجراء جراحه الصليب. يلا كوره، جريدو مواجهه الاهلي كلاسيكو ونريد انطلاقه قويه بالمجموعات. 1-3 خماسي الاهلي يطير الى تونس. نبتدي بسوبر كوره واللي بيتكلموا على مباراه الاهلي والنجم الساحلي من خلال خبر قايلين فيه ان فايلر بيتعرف على فكر جاريدو اللي هو المدير الفني الاسباني خوان كارلوس جاريدو اللي كان مدير فني النادي الاهلي في 2014 واللي انتقل من خلال ايام سابقه للنجم الساحلي على راس الاداره الفنيه وهيقود الفريق طبعا في مباراه الاهلي. فبيقول لك بقى ان فايلر بيتعرف على فكر الراجل من خلال ثلاثي الاهلي اللي كانوا تحت قياده جريدو اللي هو سعد سمير يعني وليد سليمان وحسام عاشور. في اساليب كتيره غير كده يعني، اكيد الراجل بيتابع كمدير فني النادي الاهلي دلوقتي بيتابع او حاول يقرا فكر المدير الفني للفريق المنافس من خلال مثلا تسجيلات. هو طبعا ما خدش مباريات مع النجم الساحلي، لكن تعرف اساليبه التكتيكيه عباره عن ايه، خططه، دماغه يعني تفكيره ماشي ازاي من خلال مباريات اخرى قاد فيها فرق اخرى يعني. مش شرط يكون من خلال ثلاثي كان تحت قياده جريدو. طب لو جريدو ما كانش ماسك الاهلي كان الراجل هيعرف فكره ازاي يعني؟ فمش شرط يعني. نروح لفيتو، موعد انتظام علي معلول في التدريبات بكره ان شاء الله باذن الله. علي معلول هيكون موجود في التدريبات بعد مشاركته مع منتخب تونس في ماتشين التصفيات الافريقيه المؤهله للامم الافريقيه 2021 في الكاميرون، وهيكون موجود باذن الله تعالى والحمد لله هو سليم وزي الفل والدنيا ماشيه تمام. لعيب من اهم اللاعبين الموجودين في النادي الاهلي في الحقيقه. اليوم السابع، محمد محمود يبدا مرحله جديده من العلاج بعد اجراء جراحه الصليب. هو من ثلاث اسابيع كده عمل العمليه في المانيا، هو مستمر في المانيا وماشي طبقا لبرنامج علاجي وضعه الطبيب الالماني اللي عمل له الجراحه دي بتاعه الرباط الصليبي. هو دلوقتي هيبتدي مرحله علاجيه جديده ولسه قدامه طبعا للاسف كتير، 9 شهور او اقل دلوقتي، 9 شهور من يوم العمليه عشان يرجع للملاعب. نتمنى له كل التوفيق في مراحل مهمه قوي وهي المراحل العلاجيه. في الرباط الصليبي دايما المراحل العلاجيه بتبقى اهم شيء لان هي اللي بتبني وبتقوي العضلات مره اخرى عشان تقدر تخوض التدريبات والمنافسات الرسميه بشكل مميز باذن الله وما تعرضش باذن الله للاصابه مره ثانيه. طيب يلا كوره وتصريحات لجاريدو، بيقول مواجهه الاهلي كلاسيكو ونريد انطلاقه قويه بالمجموعات. هو الراجل اتكلم قال ان المباراه هتبقى قويه جدا وكلاسيكو افريقي لان الاهلي نادي كبير جدا في افريقيا ونفس الحال بالنسبه للنجم الساحلي، فبالتالي هي مباراه قويه. احنا نتمنى، ده على حد يعني كلام جاريدو، احنا نتمنى ان احنا نكسب المباراه وتبقى انطلاقه قويه لينا في دور المجموعات. لكن قال في كل الاحوال انا مركز في المباراه المقبله اللي عندي في الدوري التونسي مع اتحاد بن قردان. المباراه دي هتكون يوم الاحد القادم واكيد هيبقى في متابعه بالمناسبه من النادي الاهلي اكيد يعني للمباراه مهمه زي دي، ومن خلالها هيقدر يعرف مستر فايلر فكر برضو مستر خوان كارلوس جاريدو. ويعني الفرقتين كتاب مفتوح يعني في كل الاحوال، ناديين كبار الاهلي او النجم الساحلي يعني. 1-3 خماسي الاهلي يطير الى تونس، قصدهم على خماسي مواليد 2001 واللي هيكونوا مع الكابتن ربيع ياسين في منتخب الشباب واللي هيسافر تونس عشان يشارك في بطوله شمال افريقيا اللي بتضم كل من مصر والجزائر وتونس والمغرب وبوركينا.
والبطولة دي هتنطلق يوم 23 خماسي. مين؟ حمزة علاء حارس مرمى النادي الأهلي مواليد 2001، محمد أشرف ظهير أيسر، عربي بدر لاعب وسط مدافع وبيتصعد دايما مع الفريق الأول، ومحمود صابر جناح أيمن، وشادي رضوان طبعا أحد اللاعبين المبشرين جدا بمستويات رائعة في المستقبل، ده جناح أيسر. دول هيكونوا موجودين الفترة الجاية أو هيسافروا خلاص تونس مع الكابتن ربيع ياسين، وأتمنى لهم كل التوفيق بإذن الله تعالى. أخبار محلية وعالمية نشوفها، يلا. الشروق، اللجنة المنظمة تكشف موعد فتح أبواب استاد القاهرة قبل نهائي أمم أفريقيا. سوبر كورة، مدرب جنوب أفريقيا: مصر بلدي الثاني ويكفي أنها احتضن مانديلا في ظروفه الصعبة. الوطن سبورت، قائد غانا الأولمبي: جاهزون لحصد المركز الثالث والتأهل لطوكيو. الجمهورية أونلاين: صلاح يحطم رقما جديدا في الدوري الإنجليزي. وان ثري، اتحاد جزر القمر يصدر بيانا حول واقعة اقتحام الجماهير للملعب. في الجول، اللجنة التنفيذية لكاف توافق على فسخ التعاقد مع لاجاردير. اس عربي، ريال مدريد يصدر بيانا رسميا حول اصابه لوكاس فاسكيز. يلا كوره، تقارير: روبرت مورينو وقع على فسخ عقده مع الاتحاد الاسباني. طيب نبتدي بالشروق، وده خبر مهم قلناه في اول الحلقه بس نعيده على حضراتكم تاني عشان اللي هيرغب في الحضور مباراه الغد مع كوت ديفوار، ما بين مصر وكوت ديفوار في نهائي بطوله الامم الافريقيه. اللجنه المنظمه تكشف موعد فتح ابواب الاستاد، هتكون الساعه 1 الظهر وتتقفل الساعه 6 قبل الحفل الختامي بنص ساعه، وهيكون خلال الوقت ده بالتحديد الساعه 4 مباراه غانا وجنوب افريقيا المؤهله لطوكيو. طيب ولازم يا جماعه الناس اللي هتروح يبقى معاهم الفان اي دي مع التذكره، الاثنين كده لازقين في بعض وانتوا داخلين الملعب عشان بس ما تواجهوش اي صعوبات في الدخول باذن الله تعالى، والامور ماشيه بصراحه بشكل كويس. سوبر كوره، مدرب جنوب افريقيا: مصر بلدي الثاني ويكفي انها احتضن مانديلا في ظروفه الصعبه. مش عارف انها احتضن ازاي، مش عارف يعني ممكن تكون غلطه مطبعيه مش عارف. المهم طيب، هو الراجل المدير الفني لمنتخب جنوب افريقيا، والراجل في الحقيقه اصبح محبوب لدى الشعب المصري بعد الابتسامه الجميله والاحتفال اللي كان حصل من لاعبي المنتخب المصري مع شوقي غريب في المؤتمر الصحفي، والراجل كان سعيد في الحقيقه. فالراجل كان ليه تصريحات اللي هو ديفيد نوتواني، قال ايه؟ قال ان هو سعيد بتاهل مصر للمباراه النهائيه ولطوكيو، وقال ان احنا بنتمنى لهم كل التوفيق، ومصر دي بالنسبه لي بلدي الثاني، انا بحبها جدا، وكفايه ان هي احتضنت الزعيم الشهير طبعا نيلسون مانديلا في ظروفه الصعبه، فبالتالي احنا بالنسبه لنا مصر بلد غاليه علينا، وعلاقات دايما ما بيننا وما بينهم بتبقى مميزه. في الحقيقه روح رياضيه مميزه جدا من المدير الفني لجنوب افريقيا، ودي ثقافه لازم نقدر نكتسبها خلال الفتره اللي جايه، وهتساعد بشكل كبير جدا في عوده الجمهور بشكل اكبر المدرجات بالتحديد في الملاعب المصريه. الوطن سبورت، قائد غانا الاولمبي بيقول: جاهزون لحصد المركز الثالث وتاهل طوكيو. المباراه هتكون قويه قوي، لازم نتابعها يعني. نتابعها باعصاب هاديه في الحقيقه. ممكن البعض يكون بيتمنى غانا هي اللي تتاهل، وبعض الاخر يتمنى جنوب افريقيا. اعتقد الميول بقت لجنوب افريقيا دلوقتي بعد تصريحات المدير الفني اللي قدر بذكاء يكسب الشعب المصري في مباراه صعبه ومؤهله لطوكيو زي مباراه بكره. فبرضو يعني عقليه مميزه في الحقيقه. لكن في كل الاحوال ياو يابوا قائد المنتخب الغاني قال المباراه هتكون قويه جدا، وقال ان احنا جاهزين نفسيا وفنيا وذهنيا لخوض هذه المباراه. كمان تطرق لموضوع المنافسه على لقب الهداف، وعنده هدفين في البطوله حتى الان. قال ما يهمنيش خالص التنافس مع مصطفى محمد، انا يهمني تاهل منتخب بلادي لطوكيو. طيب الجمهوريه اونلاين، وصلاح يحطم رقما جديدا في الدوري الانجليزي. الرقم عباره عن ايه؟ اكثر اللاعبين تسديدا على المرمى. محمد صلاح في موسم 2019-2020 بيتصدر القائمه دي برصيد 40 تسديده على المرمى، وبيساويه في نفس الرصيد اجويرو نجم هجوم مانشستر سيتي. بيجي بعديهم ابراهام طبعا نجم تشيلسي وهداف الدوري الانجليزي في الفتره الحاليه ب 38 تسديده، وفيرمينيو لاعب ليفربول ب 37 تسديده.
وماباي لاعب ايضا ايفرتون ب 37 وراشفورد وستيرلينج كلهم كمان ب 37 تسديده، لكن صلاح هو اللي بيتصدر. هو صلاح جايب 9 اهداف حتى الان مع ليفربول في الموسم ده، 6 دوري و3 دوري ابطال اوروبا. نتمنى له كل التوفيق باذن الله نجمنا المصري. وان سري وبتقول اتحاد جزر القمر يصدر بيانا حول واقعه اقتحام الجماهير الملعب. زي ما انتم شايفين في الصوره وزي ما تابعتوا اكيد المباراه، بعد انتهاء المباراه المؤسفه بالنسبه لنا في الحقيقه من حيث الاداء والنتيجه بالتعادل السلبي ما بين مصر وجزر القمر هناك في جزر القمر، الجمهور نزل للملعب وكانوا فرحانين جدا من التعادل مع منتخب مصر. فاتحاد جزر القمر اصدر بيان وقال ان احنا بنقدر جدا السعاده اللي عند الجمهور الخاص بالدوله يعني بعد هذا التعادل مع منتخب كبير زي منتخب مصر، لكن احنا اكيد هنعمل ناخد بالنا من خلال الفتره اللي جايه ان الموضوع ده ما يتكررش، لان ممكن يكون ليه عواقب وخيمه وهناخد كل الحذر خلال الفتره اللي جايه. وهم نشدوا الجمهور ان هم يعني ما يكرروش هذا الحدث مره اخرى. طيب نروح لآس عربي. ريال مدريد يصدر بيانا رسميا حول إصابة فاسكيز. فاسكيز طبعا نجم من أحد النجوم في ريال مدريد، واللي جاله إصابة عبارة عن كسر في إحدى أصبع قدمه اليسرى. فبالتالي الطبيب الخاص بريال مدريد قال المدة مش هتكون محددة، مدة الغياب بالنسبة للاعب هو مؤكد خلاص مش هيلعب ماتش ريال سوسيداد يوم السبت، لكن في كل الأحوال مدة الغياب تتوقف على مدى تحمل اللاعب للآلام. قال لك لو موضوع فيه صعوبه شويه بالنسبه له ممكن تمتد الاصابه لشهر ونصف. فاسكيز لعب حوالي 7 ماتشات في الدوري، جاب جون وعمل اسيست ولعب ماتشين في دوري ابطال اوروبا. طيب يلا كوره واخر خبر معانا. روبرت مورينو ده المدير الفني السابق خلاص للمنتخب الاسباني، وقع على عقد فسخ عقده مع الاتحاد الاسباني، وبعد الاعلان بالامس على عوده لويس انريكي المدير الفني السابق واللي كان اعتذر بسبب ظروف اسريه كلنا كنا عارفينها، وبيعود لقياده الروخا خلال الفتره الجايه، وهتكون اول مباراتين للويس انريكي. بالمناسبه هيكون في مؤتمر صحفي ليه يوم الاربعاء اللي جاي، واول ماتشين بالنسبه له هيكونوا ماتشين وديين مع المانيا وهولندا في الاجنده الدوليه في شهر مارس المقبل. وان الموضوع خلص بشكل مميز جدا، وخصوصا كان في اتفاقات وكان معروف ان لو لويس انريكي رغب في العوده هيعود لقياده المنتخب الأسباني. دي كانت بعض الأخبار المحلية والعالمية. أستاذ محمد الأوسي الناقد الرياضي الكبير ضيفنا العزيز في حلقة اليوم. يا أستاذ أوسي أهلا بيك. أهلا بك أمير، تحياتي ليك وتحياتي لكل السادة مشاهدي قناة الأهلي. افتقدناك الخميس اللي فات يا أستاذ أوسي. ربنا يخليك، ده أنا اللي افتقدتك والله العظيم. يعني يمكن طبعا ظروف الضغط المباريات اللي كان يوم مليء بالماتشات يوم الخميس الماضي هي اللي أثرت علينا، ولكن الحمد لله الأمور مرت بخير، وخصوصا بالنسبة لمنتخبنا الأولمبي يعني. بالظبط. تهانينا ليه وهنتكلم عليه. هنتكلم يعني في كل حاجة تخص المنتخب الأولمبي والمنتخب الاول كمان، لان ده من ضمن الاحداث البارزه على مدار الاسبوع اللي فات بالتحديد، واخبار النادي الاهلي اللي عايز ابتدي بيها مع حضرتك يا استاذ اوسي. واحنا خلاص بقى الماتشات راجع باذن الله، والدوري راجع وافريقيا بطوله دوري ابطال افريقيا راجع، والاهلي خلاص بيستعد بمنتهى القوه للتحديات المختلفه. بتشوف الاستعدادات ازاي في البدايه؟ حلوه. الدوري راجع، بص كلمه الدوري راجع دي تلعب فرحه، تلعب فرحه كده وبهجه يعني تخيل داخلين تقريبا هنوصل ما يقرب من 40 يوم الاهلي ما لعبش ماتشات. 50 يوم تقريبا. يعني هو طبعا كان مفترض يتوقف الدوري شهر، لكن طبعا الازمه اللي حصلت قبل الدوري مباشره والتاجيلات وبتاع خلت المده تزيد، فبقى فيها نوع كتير جدا من الملل ونوع كتير جدا من الغياب ونوع كتير جدا من الهدوء على الساحه الاعلاميه. الدوري بالنسبه لنا ده بالنسبه للفرق هو البهجه، هو الفرحه طبعا، هو الحياه الكويسه. حتى يعني عندما يتوقف الدوري تتوقف الحياه تقريبا. طبعا. يعني الحياه الكرويه بالنسبه بالنسبه لنا والحياه الاعلاميه بالنسبه لنا في كره القدم متوقفه، فخلاص صح مفيش احداث، فتره ممله قوي. فلما تبقى في لعب وفي مسابقات وفي ماتشات بتلاقي احداث وتلاقي اخبار وتلاقي حوادث وتلاقي قصص كتير جدا وتلاقي حركه جدا، حراك كبير جدا في الحياه. طبعا المنتخبات طبعا كل الدعم ليها، لكن زي ما قلت لك ان المنتخبات دايما الدعم بيكون ايه؟ في اتجاه واحد، دايما واقفين ورا المنتخبات الاولمبيه مع المنتخب الوطني الاول ايا كان. ده هدف اساسي لنا كلنا، لكن عندك بقى في الدوري بتبقى اتجاهات مختلفه بقى وتحكيم وجماهير ودرجات وبلاعب وازمات. ده وحشتنا الازمات الموضوع في الحياه بيبقى ربنا ما يجيب ازمات يعني. بس الاصل بيكون في احداث، بتكون في قضايا تقدر تتكلم فيها، في حاجات بتتولد، في حاجات بتظهر، في فرق بتلعب. وحشنا الاهلي جدا بادائه وبكورته الجميله. يا رب
يا ترى هيرجع تاني بالشكل ده؟ طبعا ده سؤالي بقى. هل ممكن يرجع ولا طبعا طبعا اكيد هيرجع. اللي قدر يعمله مستر فايلر قبل ما ساعه ما مسك المسؤوليه في ايام قليله اكيد خلال الفتره دي هيقدر يعمل ده. بس طبعا تاني ينقصه ان عدد كبير جدا من اللعيبه بره اللي هم اللعيبه الدوليين يعني بجانب لعيبه المنتخب الاول اللي نتمنى ان هم ما يكونوش نسيوا الكوره يعني بعد الماتشات اللي عملوها. يعني يا استاذ اوسي ان انت دلوقتي بعد فتره توقف كبيره كده ترجع بنفس المستوى؟ هترجع تدريجي طبعا تدريجي. اكيد مؤكد تدريجي يعني لان طبعا الراجل ده فكر وده اسلوب وده ستايل بيلعب بيه النادي الاهلي ودي طريقه ودي خطه وده شكل وده تكتيك ودي تحركات المفروض لعيبه الاهلي حفظتها. هل نسيوها في ال 40 يوم دول ولا ما نسيوهاش؟ اكيد ما طبعا هو في عدد موجود معاه وعدد بره يعني. المؤكد ان بعد الماتش بكره ان شاء الله كله هيرجع استعدادا لماتش الجونه يوم 25 ان شاء الله. وبعد كده عندك الماتش المهم يوم 29 ماتش النجم الساحلي. طبعا الماتش ده كان بيحتاج مفترض اعداد كبير جدا يعني لكن هي الظروف جت مع الاهلي كده يعني. احنا شفنا الاهلي يعني بدا اول ثلاث مباريات في الدوري في الماتش الثالث كان وصل لمستوى يعني مبهر وجميل جدا يعني. نتمنى ان ده ان شاء الله يرجع سريعا باذن الله والمؤكد ان ده هيرجع سريعا يعني ان شاء الله باذن الله مطمنين واثقين في ان ده ان شاء الله يحصل وترجع المنافسه قويه في الدوري لان الدوري هو الاساس بالنسبه لكل المسابقات هو الاساس للمنتخبات هو اللي بنختار منه المنتخبات هو اللي مدينا لعيبه المنتخب الاولمبي دول اللي موجودين حاليا اللي احنا بنلعب بيهم المبهرين والجمال اللي عاجبين الناس كلها يعني دول انتاج الدوري المصري صح يعني مفهوم احنا ما مفهومش ولا واحد محترف صح مفيش حد محترف بره خالص من المجموعه اللي موجوده عندنا دي بعكس الفرق الثانيه عندهم لاعبين محترفين كتير جدا موجودين في اوروبا بالزبط. فكون انك توصل لهذا المستوى ده على ان في مواهب كبيره جدا الحمد لله. خلي بالك حته ان ما كانش في حد محترف يا استاذ اوسي دي كان شيء ايجابي بالنسبه لمنتخب مصر. هقول لك ليه؟ لان لو كان في حد محترف ومؤثر في فريقه بره ما كانش هيجي على بدايه البطوله كان هيجي مع ميعاد الاجنده الدوليه اللي هو العادي اللي هو بتاع منتخبات الكبار يعني فجت في صالحنا في الحقيقه يعني. تخيل واحد زي رمضان صبحي ده او مصطفى محمد بس محترفين ما كانش هيستفاد بيهم في اول بطوله يعني هم مؤثرين جدا في الحقيقه. تمام. بالتالي عايز اتكلم معاك على لاعبي المنتخب الاول بتوع النادي الاهلي اللعيبه الدوليين. هل ممكن يكونوا تاثروا بشكل او باخر من المشاركات مع المنتخب الاول في الماتشين اللي فاتوا والاداء السيء اللي شفناه ولا ازاي هيتم التعامل معاهم نفسيا وفنيا؟ هم طبعا مفترض يعني خلاص رجعوا المنتخب طبعا طبيعي جدا ان هم غيابهم عن الاهلي ما يقرب من شهر اكيد ده هياثر عليهم يعني منفصلين تماما عن الاهلي وعن المدرب وعن الفكر اللي بيدرب بيه فايلر وراحوا لجهاز فني تاني بيدرب برؤيه تانيه بفكر تاني بيلعب بطريقه تانيه بشكل مختلف بشكل فكل ده اكيد طبعا ليه تاثيرات وليه رواسب طبعا محتاج ان تعمل لهم اعداد بدني واعداد فني واعداد نفسي واعداد ذهني كل ده محتاج يعني ده مهم جدا يتعمل لهم لا سيما انهم لعيبه المنتخب الاول راجعين بحاله احباط يعني شديده طبعا. جدا وتعرضوا كل اللعيبه تعرضت لانتقادات شديده جدا يعني أكيد. يعني بلا استثناء لم يؤدي اي لاعب في المنتخب الوطني صح. لا اي لاعب لا سواء اللعيبه من الاهلي ولا من الزمالك ولا المحترفين ولا ما حدش عجبنا خالص الحقيقه صح. وشفنا الشكل الغير لائق للمنتخب الاول يعني. فالمؤكد ان الجهاز الفني للفريق النادي الاهلي يعي هذا جيدا ويستطيع ان يتعامل مع هذا بشكل جيد لكن مؤكد ان كل ده يتحط في بوتقه واحده ويعاد انصهاره من جديد حتى يرجعوا تاني للمستوى اللي انهوا بيه اخر مباراه اللي لعبوها في الدوري يعني اللي كانت طبعا مستوى مبهر في الاداء يعني. بخلاف تحدي المباريات لكن ايضا تحدي التوقيت وضغط المباريات ورا بعض سواء فيما يتعلق بماتش الجونه وانت هتسافر له في الجونه وماتش النجم الساحلي اللي هتسافر له برده بره لو كان ماتش الجونه مثلا في القاهره كانت الامور هتبقى ابسط نسبيا يعني فبتشوف العقبه دي ازاي والصعوبه دي ازاي يقدر النادي الاهلي يتعامل معاها يعني في الماتش؟ اعتقد ان النادي الاهلي عنده خبرات كبيره جدا في الموضوع ده والناس طالعه طبعا من راحه طويله جدا بالنسبه لمعظم اللعيبه او معظم اللاعبين يعني بغض النظر عن لعيبه المنتخب الاولمبي ما حدش بيعاني من حاله اجهاد يعني واعتقد ان هيتم الحل ممكن يسافروا من الجونه على طول اعتقد السفر بعد المباراه مباشره يعني تقريبا خلاص يعني. المباراه يباتوا ليله ويمشوا تاني يوم على طول من هناك طبعا مؤكد يعني هو طبعا يعني اربع ايام فارق اعتقد ان وقت كافي يعني هم تاني يوم هيبقوا في تونس مباشره يعني اعتقد فالامور مش هتبقى فيها صعوبه يعني انا بتكلم في 25 و29 وبعد كده هيرجعوا تبقى الامور هتتظبط معاهم يعني انا بتكلم في صعوبه الماتشين فنيا كمان يا استاذ اوسي بالتحديد لما بتلعب الجونه في الجونه ماتش صعب قوي ملعب وتيارات الهواء وكلام من ده وبعدين ماتش النجم الساحلي في تونس فماتشين ورا بعض صعبين جدا في بطولتين مختلفين يعني.
يعني. لا لا طبعا طبعا، انت بتتكلم على الجونه من الفرق الكويسه، الفرق المميزه اللي فيها لعيبه مميزه جدا، وشفنا من واحد من اميز لعبتها اللي هو اكرم توفيق نجم الاهلي، اكرم نجم الاهلي المعار للجونه، ولعب ثبت جدارته وكفاءته بشكل كبير جدا 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 ما شاء الله. يمكن دي واحده من اهم البطولات بالنسبه لاكرم، واكرم يعني فعلا كان حقه يعني مش واخد حقه طول الفتره اللي عدت يعني. فيا شاء ربنا سبحانه وتعالى في هذه البطوله ان يتم تلميعه فيها ويظهر بشكل كويس جدا والناس تتفرج عليه بشكل. طبعا هو عامل موسم حلو جدا مع الجونه وجي مع المنتخب الاولمبي عشان يقدم بهذا الشكل القوي المميز، بالاضافه احمد ياسر ريان لاعب ومهاجم قوي ومميز وقناص مميز ومعار ولاعب الاهلي برضه، وعدد كبير جدا من لعيبه الاهلي طبعا انضموا الى الجونه يعني 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 في لعيبه كويسه عندها خبرات وعندها قدرات وعندها بتاع، وانت لما بتكون بتلاعب كمان لعيبه من لعيبتك يمكن ده بيديهم دوافع كبيره جدا ان هم يلعبوا عشان يثبتوا نفسهم طبعا ضدك يعني، ويلعبوا بشكل قوي بشكل مميز. اعتقد المباراه يعني لن تكون سهله على الاطلاق، مباراه صعبه. ممكن زي ما قلت لك دايما انا مش معترف باي حاجه في كره القدم اسمها مباراه سهله يعني. يمكن كانت من اسهل المباريات في كره القدم مباراه الزمالك والجونه السنه الماضيه في الدوري، كان الزمالك بيستعد اللي هي المباراه اللي بعد التوقف يعني فرقه الجونه كانت شبه مفككه وما عندهاش هدف وما عندهاش اي حاجه وخلصانه، موسم خلص بالنسبه لا احد يتخيل اي حاجه على الاطلاق بالنسبه لهم. اما بالنسبه لك مباراه مهمه ومباراه دوري بالنسبه لهم وبتاع، فالكل متخيل ان الزمالك عنده دوافع كبيره جدا والجونه ما عندوش دوافع خالص في الموضوع، لكن في جونه ان الجونه بيعمل مباراه كبيره جدا كان قاب قوسين او ادنى من الفوز بالمباراه لولا ان الزمالك ادرك التعادل في اللحظه الاخيره. فطبعا فرقه زي الجونه اعتقد ان فرقه قويه وفرقه مميزه، طبعا هتكون مباراه مجهده بالنسبه للاهلي، لكن كويس ان هي تبقى مباراه قويه بالنسبه للنادي الاهلي قبل مباراه النجم الساحلي، ده شيء كويس جدا يعني. بروفا للنادي الاهلي بروفا طبعا بروفا للنادي الاهلي، اعتقد هتكون بروفا كويسه وبروفا جيده بالنسبه للنادي الاهلي ان هو يعني يؤكد على ايجابياته، لو فيش سلبيات يقدر يعالجها قبل الماتش. اولا انك انت بتلعب بره ارضك زي ما تلعب مع النجم الساحلي بره ارضك، ثانيا هتلعب فريق قوي ليس اقل يعني مش هقول لك منافس قوي للاهلي، بس في مجموعه معظمهم كانوا موجودين في النادي الاهلي يعني لعيبه فرز اول يعني بالظبط، واخد بالك؟ وفي لعيبه منهم الاهلي استغنى عنهم اضطرارا او اعارهم اضطرارا عشان القايمه وعشان الظروف وعشان حاجات كتيره جدا يعني، فانت بتواجه صعوبات كتيره جدا، وده مهم جدا ان ده هتكون مباراه فيها بقدر اهميتها في الدوري وحاجه الاهلي للثلاث نقاط والاستمرار في حصد النقاط الكامله كفريق متصدر للمسابقه بقدر حاجته لما سيكون في مباراه النجم الساحلي. هيواجه فريق خارج المباراه في رادس، ما انت عارف ملعب رادس طبعا ملعب مهم جدا أكيد. وملعب يعني صعب جدا بالنسبه لاي فرقه بتروح فيه يعني أكيد. نتمنى ان استاد القاهره يرجع ويكون بنفس الصعوبه يعني يكون المرعب زي ما استاد القاهره ده كان يسمو مقبره الفرق اللي جايه، اي فريق كان بيجي استاد القاهره سواء فريق او منتخب ما كانش بيخرج منه سالما، بيخرج منه متعور تعور بجون باثنين بثلاثه بخمسه استاد الرعب من استاد الرعب يعني. ليه؟ لان كان الجمهور اللي موجود فيه وقرب الجمهور ارض الملعب والتشجيع الجماهيري اللي موجود المصري كان بيعمل رعب للفرق وكان بيبقى داعم كبير جدا للمنتخب. تصريح لكابتن فريق او كابتن منتخب جنوب افريقيا بيقول ان احنا في اول خمس دقائق في مباراه مصر ما كناش قادرين نقف على رجلينا بسبب الحضور الجماهيري الغفير، فشوف انت في اول خمس دقائق او في اول 10 دقائق بتاثر ازاي، الجمهور بيأثر ازاي. خلي بالك لو الباب فتح كمان للجمهور وبشكل منظم برضه وبطرق مؤمنه بشكل اكتر ودخل الجمهور الكوره بشكل قوي اعتقد ان هتكون عمليه الرعب مهمه جدا طبعا، وده تشوفه في النادي الاهلي والفرق الاخرى يعني. بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه للفرق الجماهيريه بشكل عام يعني انت الفرق الجماهيريه لو فرغتها من جمهورها خلاص ما بقاش في فرق بين فريق جمهوري وفريق المؤسسه او فريق المصنع او فريق الشركه، بقت الامور متساويه في الملعب. انا ايه اللي بيخليني اتميز وايه اللي بيديني ميزه على الارض وعلى ملعبي؟ جمهوري. فده مهم جدا، فيا رب النقطه دي تكون في الملعب. هنتكلم عن النقطه دي بس عايز اقفل ملف النادي الاهلي الاول واستعداداته للمباراه المقبله، وعايز اتكلم على موضوع الاصابات وحظ النادي الاهلي سيء في الاصابات. يعني عندك محمد محمود بعد ما خلاص كنت هتستعين بيه يعني جاله رباط صليبي، بعديه على طول حمدي فتحي غضروف تمام، بعد حمدي فتحي اللي بيلعب في نفس مركزه اليو ديانج، مباراه اتصالات للاسف جونيور اجاي، موضوع يعني صعب شويه. بتشوف هل الاصابات دي ممكن تاثر على النادي الاهلي بشكل او باخر؟ بص الفرق الكبيره ودي ميزه النادي الاهلي يعني، النادي الاهلي عنده بدائل كتيره جدا في كل المراكز يعني عنده واحد واثنين وثلاثه، فاذا غاب الاول دخل الثاني، اذا غاب الثاني دخل الثالث، مفيش مشكله خالص، وده اللي بيصنع الفرق بين الفرق الكبيره والفرق الثانيه. في فرق ممكن يبقى عندها 11 12 13 14 لاعب اللي هم يعني مستوى واللي بعدين مستوى ثاني، فاذا اصيب واحد من المستوى الاول ما لقيتلوش بديل فبيحصل عندك ايه؟ دروب في الموضوع. لكن بالنسبه للنادي الاهلي او اي فريق كبير جدا بيلعب على البطوله لازم يكون عنده البدائل دي، لذلك الاهلي دايما
تلاقي عنده مثلا ديفندر واثنين وتلاقي يروح يجيب ثالث، ما هو عارف ان الثالث ليه، لان لو واحد اصيب خلاص بقت انت بتواجه مباشره، بتقطع بقى من رصيدك المباشر. فلازم يكون عندك ده، فاعتقد ان ده موجود في النادي الاهلي، ويمكن ظهر لنا عمار حمدي لعب في المركز ده مع المنتخب الاولمبي وابدا بيلعب في مركز صانع الالعاب ماشي، بيلعب في ده وبيلعب في ده ما شاء الله يعني، واخد بالك؟ فيعني قبل بلاء حسنا في هذا الامر يعني، ممكن يكون موجود يعني، وعندك موجود يعني، وعندك موجود المسمار كابتن حسام عاشور يعني، ما ننساش هذا، وعندك اكثر من لاعب في النادي الاهلي ممكن يتم توظيفه في هذا المركز يعني. يعني نشوف مركز الاهلي جايب فيه عدد كبير جدا، وطب هو جايب الميدو يانج ليه؟ طب ما عنده حمدي فتحي وعنده حسام عاشور وعنده عمرو السلي، طب ادي اثنين حته واحده اصيبوا من الموضوع ومش موجودين يعني في الامر. فدي الفكره، دي الناس اللي بتشتغل، اللي بتلاقي يعني يكون عندها حلول الازمات مبكرا يعني. يعني ما تنساش، ما تنتظرش لما تحصل الازمه وبعد كده تفكر في لا ده متوقع ان يحصل كذا كذا كذا، يبقى عندك في اكتر من مركز اكتر من لاعب، وده مهم جدا بالنسبه للفرق الكبيره اللي بتبحث عن البطولات. واعتقد ان مش هتكون في مشكله كبيره بالنسبه للنادي الاهلي. يمكن الكوكتيل اللي بيعمله فايلر والخطه والطريقه اللي بيلعب بيها ممكن ما تعملوش اي مشكله يعني، عنده مرونه تكتيكيه عاليه جدا بالنسبه لعدد كبير جدا من اللعيبه يعني. فاعتقد ان مش هتبقى في ازمه كبيره جدا طبعا إن شاء الله يعني. وان كان وجودهم طبعا اضافه كبيره جدا يعني، بتتكلم عن حمدي فتحي خلاص بقى واحد من اهم اللعيبه ليس في النادي الاهلي، فحسب في الكره المصريه. فطبعا لما يصاب يعني بيحصل عندك قصور، لكن مش هيحصل عندك يعني حاله ضعف شديده جدا، لانك انت لازم يكون عندك بدائل على نفس مستوى حمدي فتحي او على الاقل تقترب منه يعني. طبعا. طيب رايك ايه في خطاب اللي ارسله الاتحاد المصري لكره القدم النهارده للنادي الاهلي، وبيبلغ فيه النادي ان احنا خلاص خدنا الموافقات الامنيه بشكل نهائي بحضور الجماهير على الملاعب اللي هيلعب عليها النادي الاهلي سواء افريقيا او محليا؟ هيلعب في استاد السلام ب 10,000 مشجع افريقيا، ويلعب في استاد القاهره ب 5,000 مشجع محليا. رايك ايه؟ جميل طبعا يعني، ده خطاب من الجهات الامنيه الى اتحاد الكره الى النادي الاهلي، مهم جدا ان ده ان الاهلي يعود للعب. طبعا مهم جدا ان النادي الاهلي يعود للعب على ملعبه في القاهره، سواء المباريات الافريقيه، واختر ليها ملعب السلام اللي هيلعب عليهم ماتش الماتشين اللي جايين. عندك الهلال السوداني وبلاتينيوم، يعني الهلال السوداني يوم 6 وبلاتينيوم 28. الماتشين هيبقوا الساعه 9 بالمناسبه. تمام. وبعد كده الدوري يتلعب على استاد القاهره. وحشنا استاد القاهره، وحشنا اللعب عليه، وحش النادي الاهلي ان يكون موجود، وحش الجمهور الكبير اللي يكون موجود عليه. طبعا استاد القاهره هو دايما الاهلي بيطالب باللعب على استاد القاهره، لانه ده ملعب النادي الاهلي من سنوات طويله جدا، وهي محقق عليه انتصارات، وهي محقق عليه انجازات كبيره جدا. فطبعا خطوه مهمه جدا، والخطوه الاهم هو تحديد عدد الجمهور في هذا الخطاب. يعني مهم جدا، ودي نقطه نتمسك بيها ونتمنى الحفاظ عليها، ان في 10,000 هيحضروا في المباريات الافريقيه. زياده العدد كمان بقى قريب ان شاء الله. طبعا يعني كنا كده تعمل 10,000، مؤكد ان بعد كده يبقوا 15، يبقوا 20، يبقوا 30، ايا كان، حسب المباريات واهميتها. وفي الدوري 5,000 مهم جدا، اللي هو سواء 3,000 بالنسبه للفريق صاحب الارض اللي هو هيكون النادي الاهلي، و1500 من جمهور النادي الاهلي، وهم محددين ان هم يكونوا يعني اعضاء جمعيه عموميه. اعضاء جمعيه عموميه ان شاء الله تتاح فرصه اكتر لجمهور اكتر، والنادي الاهلي بيدفع في هذا الامر وبيبذل قطار جهده. ووجود المباريات في القاهره هيسهل للنادي الاهلي ان يسعى لزياده اعداد الجماهير. وانا شايف ان الامور لابد ان تتجاوز اعداد الجماهير العموميه، لان مش كل جمهور النادي الاهلي اعضاء في الجماهير العموميه. عدد كبير جدا من جمهور النادي الاهلي خارج الجماهير العموميه يتمنى حضور المباريات. يعني اتمنى ان تكون في يعني فرصه اكتر للجمهور علشان يحضر الماتشات ويؤازر النادي الاهلي ويؤازر كل الفرق، وده كل الفرق مش النادي الاهلي فقط يعني. واذا كانت الامور محدده ومحسومه طبقا للطريقه اللي اتعملت في تذكرتي، وتم تحديد كل حاجه، كل حاجه تحت السيطره وكل حاجه معروفه يعني، يعني نقدر نعرف مين قاعد فين بكل منتهى الدقه، عمل ايه، كل ده الكلام محدد وواضح جدا. فنقدر نوسع ونقدر نعمل، ودينا شفنا موجود فيه 70,000 في الاستاد في الماتش الاخير يعني. يعني الامور الحمد لله بخير يعني، ومصر امنه ومستقره ومفيش اي مشكله خالص بالنسبه لنا، فده شيء طيب جدا وشيء مبشر. اكيد عندك الى المرحله دي الجمهور يا استاذ اوسي بعد القرار ده. والله انا شايف يعني اللي احنا شايفينه من الجمهور ده حاله انضباطيه لغايه دلوقتي بالزبط. يعني شفنا في ماتشات المنتخب استغلها بقى. طبعا البعض هيقول لك اصل ده جمهور من طرف واحد يعني، يعني ده مش مبرر يعني. يعني ما اقدر احط 5,000 هنا واحط 5,000 في الناحيه الثانيه، اقدر اعمل تجربه ان انا العب بجمهور صاحب الارض فقط لا غير، ما فيهاش مشكله. حتى ماتشات الاهلي والزمالك يعني، ايوه في ماتشات الزمالك وماتشات الاهلي اللي هتبقى ملعبهم ارضهم، العب بجمهور الزمالك، ادي 10,000 من جمهور الزمالك فقط لا غير. ولما اروح الزمالك يلعب الاسماعيلي مثلا، يبقى 10,000 من جمهور الاسماعيلي.
مثلا يعني الى ان الامور تتضبط يعني، او لما يروح يلعب الانتاج الحربي او اي فرقه ايا كانت، هذا لعب الاتحاد السكندري او الاهلي نفسه، الاهلي يبقى بجمهوره لما يكون الماتش بتاعه جاء ماتش الاهلي والزمالك، ده ماتش الاهلي يبقى فيه جمهور الاهلي، الماتش اللي بعديه ماتش الزمالك فيه جمهور الزمالك، وهنا يبقى فيه نوع من تكافؤ فرص برضه، ما فيش مشكله خالص من الموضوع. لو الفكره دي مش بتروق لحد يا عم، نعمل انقسامين ونقدر نبعد بينهم، تتكلم استاد بيسع على الاقل 70 80000 متفرج، لو حطيت مجموعه في اليمين ومجموعه في الشمال وتقدر 5000 اعتقد سيطره سهله جدا عليهم يعني. فطبعا يعني خطوه في كل الاحوال مهمه، خطوه مهمه جدا وخطوه ايجابيه وسعداء بيها، ويا ريت دايما نبني عليها، لان الخطوه دي اتعملت مرارا وتكرارا قبل كده، ويعني ما ارتقيناش الى درجه في السلم بعدها. نتمنى ان احنا يعني نتطور بعدها ونضيف الخطوه دي، ما ناخدهاش ليه الدرجه الجديده اللي في السلم زي ما انت مش عارف، دايما بنطلب بنيجي عند درجه ونروح واقفين، ما ناخدهاش ليه؟ هل ده ناتج عن تصريحات بعض المسؤولين، تصريحات استفزازيه بتعمل تشعل الاجواء يعني؟ طبعا كان في بعض الازمات، كان كل ما تيجي تعمل ارتقاء تحصل ازمه فيتم ايه، تحصل لك انتكاسه، انتكاسه واخد بالك، وبعض الاحداث والحاجات اللي كانت موجوده في الوسط الرياضي والاستفزازات والحاجات يعني، كان الحاله الفوضى اللي كانت موجوده والحمد لله انتهت الان تماما وغير موجوده، وحاله التلوث السمعي واللفظ اللي كانت موجوده، كل ده كان بيؤدي الى يعني حاله من التوتر بين الجماهير. انت ترى الان الامور هادئه جدا بين الجميع، الامور مستقره، مفيش ازمات، وما دام في قانون وفي لوائح بتطبق وفي انضباط بيطبق على الجميع، اعتقد الامور هتمشي بشكل جيد، والدوله المصريه قادره على فعل ذلك طبعًا. يعني طبعا طيب اذا ده كان ملف مهم، وان شاء الله نتمنى الامور تسير في النطاق الايجابي في صالح الكره المصريه والمنتخبات والانديه المصريه كلها باذن الله تعالى. نروح نتكلم بقى على المنتخب الاولمبي اللي مفرحنا يا استاذ اوسي في الحقيقه، يعني الناس عاملين بطوله كويسه، في الاول كنا قلقانين سواء قبل البطوله او مع بدايه البطوله من خلال اول مباراه، لكن انت بتقيم ازاي المنتخب الاولمبي حتى الان بعد الصعود رسميا لطوكيو وقبل مباراه الغد، مباراه حاسمه ومباراه بطوله مع كوت ديفوار؟ المنتخب الاولمبي هو منتخب الفرحه، منتخب البهجة، منتخب البسمة، منتخب يعني نقدر نقول تاجر السعادة للشعب المصري دلوقتي بعد الإخفاقات الكبيرة للمنتخب الأولمبي سابقا ولاحقا، سابقا عندما يعني أحبطنا المنتخب بفشله في حتى المنافسة على كأس الأمم الأفريقية اللي كانت مقامة في مصر في مطلع 2019 وخرج من دور 16 امام جنوب افريقيا بجانب العروض الهزيله اللي قدمها في الدور الاول قبل ما يواجه في جنوب افريقيا في دور 16. لاحقا بعد ما قدم المنتخب الوطني الاول عروض هزيله جدا وديا ورسميا وتعادل مع فرق لا وجود لها على الخريطه الكرويه الموجوده، فجاء المنتخب الاولمبي يعني زي البلسم زي النسمه في وقت حر كده، يعني امل في وقت احباط في وقت ياس، فقدم عروض قويه وعروض مميزه شفناها مبهر في الدور الاول، ثلاث ماتشات يعني امام فرق عملاقه وفرق عظيمه، مالي، غانا، الكاميرون، ويكسب الثلاثه وبثقه وباريحيه جميله جدا. فطبعا ده كله خلى الناس ترتبط بالمنتخب الاولمبي، خلى المنتخب يعمل حاله في الشارع المصري ويتحرك يعني كده، يعني حاجه اسعدتنا الحقيقه جميعا وحاجه فرحتنا جميعا. فشفنا اداء مميز، شفنا اهم حاجه شفنا روح قتاليه عاليه، شفنا اصرار كبير، شفنا عزيمه محترمه، شفنا لاعبين صغار رجال يعني رغم صغر سنهم وقله خبرتهم الا انهم كانوا رجال، الا انهم لعبوا بروح قتاليه يعني فكرتنا بمنتخبات المنتخب الاول في 2006 و8 و10 لما كان عندنا منتخب يعني نفخر به ورفع هامتنا الى السماء يعني. فالشباب الصغيرين دول هم اللي فرحونا وهم امل الكره المصريه، وادونا امل ان رغم حاله الاحباط اللي موجوده، لان احنا الحقيقه بعد ما شفنا مستوى المنتخب الاول ما حدش عنده امل في اي حاجه حقيقه يعني. يعني حتى الناس بدات تفكر هنقدر نتاهل ولا لا، يا نهار ابيض هنوصل لمرحله ان احنا مع جزر القمر ومع كينيا ومع توجا هنقدر نتاهل ولا لا، وفي فرقتين هيتاهلوا ده الموضوع صعب قوي بصراحه، ده تبقى حاجه سيئه جدا الحقيقه يعني تبقى حاجه سيئه جدا للكره المصريه يعني. ما هما الاثنين بيكملوا بعض يا حبيبي، او مقارنه ما بين الاثنين كمان بصراحه. والله انا ما بعقدش مقارنه، بس بقول لك ازاي المنتخب ده يعني كان لحظه امل في وسط الاحباط الكبير اللي موجود. طب في اسباب النجاح يا استاذ اوسي المنتخب الاولمبي؟ اسباب النجاح طبعا ان الفريق فيه مجموعه لعيبه مميزه، لعيبه موهوبه مهاريين عندهم رغبات كويسه جدا في ان هم يعملوا حاجه. كابتن شوقي غريب برغم انتقادات لطريقه اللعب الا ان هو لعب بطريقه تناسبهم، وده مهم جدا 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 جدا، لذلك لما كان كوبر بيلعب زمان بالطريقه بيقول لك انا لعب بالطريقه دي اللي هي تناسب اللعيبه المطريين وبيحقق بيها اهداف، كانت الناس بتنتقده، لكن في النهايه الراجل حقق كل اهدافه يعني. هي ايه الطريقه بتاع كابتن شوقي غريب لما بيلعب ب 3 4 3 يعني؟
ادى بشكل قوي، ادى بشكل مميز يعني، ولا متوازن فيها كل ده، كل ده موجود، بتدافع بشكل جيد وبتهاجم بشكل جيد وعندك وسط جيد. المباراه الاخيره مع جنوب افريقيا كانت المباراه الاقل بالنسبه لنا، لانها مباراه مهمه ومباراه مفصليه بالنسبه لنا، لان انت كنت لو انت كنت داخل المباراه دي تحت ضغوط عصبيه وضغوط نفسيه، لان المباراه دي يا اما تطلعك للسماء وتخلص وتتأهل وتخش على الكاس المباراة النهائية، أو إن تحطك في خانة اليك زي ما بيقول، أو تحطك في موقف إيه ضغط صعب الذي لا يقبل قسم على اثنين، لا قدر الله لو أنت خسرت الماتش ده خلاص ما بقتش قدامك أي حاجة خالص، بقت آخر حتة في إيدك الماتش اللي جاي اللي أنت هتلعبه، وكان هيبقى قدام غانا وكان يبقى ماتش صعب جدا بالنسبه لك. يا اما تكسب غانا وتتاهل للاولمبياد، يا اما تخسر وتبقى خسرت كل حاجه، تبقى خسرت البطوله. لكن احنا دلوقتي حققنا الهدف الاسمى، فدي كانت ضغوط نفسيه موجوده على اللعيبه دي، الان تحرروا من هذه الضغوط الحمد لله بعد ما تاهلوا. اعتقد ان احنا هنشوف منهم اداء قوي واداء مميز واداء جيد يعني. فدي اللي كانت الصعوبه في الموقف، وده اللي اثر على ادائهم بدرجه كبيره جدا يعني. فان شاء الله ربنا يكرمهم. ضمن الاسباب طبعا حضور يعني الجماهيري، ما نقدرش ننسى حاجه زي كده. ما انا جاي لك تاني في الموضوع. طبعا بالنسبه للحضور الجماهيري طبعا مؤكد انه مؤثر، مؤكد ده عامل ليك على ارضك وسط جمهورك، المؤكد ان ده بيكون اضافه كبيره جدا بالنسبه لك. زي ما قلت ان شوف لعيبه منتخب جنوب افريقيا اصابهم حاله من الرعب وحاله من الخوف في البدايات بتاعه المباراه، فمهم جدا ان يكون الجمهور موجود ويكون الجمهور فاهم للعيبته ويقف جنبهم في اللحظات الصعبه، لما يلاقي الفرقه ادائها قل، لما يلاقي الفرقه الثانيه زادت. فرقه جنوب افريقيا على فكره فرقه تقيله، مش فرقه قليله، وعملت ماتش قوي جدا، واعتقد ان هي هتتعب غانا كتير جدا جدا جدا، لان لعبوا باداء خططي وتكتيكي عالي جدا، لدرجه ان معظم الوقت كان عندهم استحواذ بالنسبه للمباراه، وكانوا مميزين الحقيقه يعني، وقدروا يوصلوا وشكلوا خطوره وانت كنت موجود. لكن يحسب للعبتك اصرارها وعزيمتها وحرصها على تحقيق الهدف وصبرها وقدرتها على الحفاظ على شباكها النظيفه. يعني ده ما قدرش يعمله المنتخب مع جنوب افريقيا في ماتش دور ال 16 لو تفتكر. انا كنت عايز اسال فيها يا استاذ اسامه، بمناسبه الجمهور يعني، هل في اوجه اختلاف ما بين الجمهور اللي بيحضر مباريات المنتخب الاولمبي دلوقتي والجمهور اللي حضر مباريات المنتخب الاول؟ لا لا خالص، مفيش اختلاف صح؟ يبقى اذا الاختلاف فين؟ في الناس اللي كانت موجوده في الملعب، في الناس اللي موجوده في الملعب وفي الاداره الفنيه. بالظبط، بس مفيش اكتر من كده، لان دي حقيقه. احنا كنا بنقول دايما ايه ايام بطوله منتخب الكبار، تقول ايه اصل الجمهور ما بيشجعش، اصل الجمهور ما بيعملش. لا، الجمهور هو الناس بس اللي كان عندها روح في الملعب. لا، هو انت تشعر دلوقتي ان مجموعه المنتخب الاول دلوقتي يعني هل عندهم قصور بدني، عندهم قصور فني ينقصهم الطموح؟ انا مش هتكلم على الانتماء، لان كلهم منتمين لمصر، ما تقدرش تشكك في هذا الامر يعني. ما تقدرش تقول ان في لاعب بيلعب لنادي اكتر ما يلعب لمنتخب مصر، الكلام ده مش عندنا احنا كمصريين يعني. كلنا بنحب بلدنا اكتر من اي حاجه في الدنيا، ودايما منتخب مصر بيقدم على كل الانديه يعني. لكن اما ان الامور هكذا، فالمنتخب ده محتاج تفوير، محتاج تطوير. تفوير طبعا. محتاج غربله جديده جدا يعني. وانت عشان يبقى عندك منتخب قوي لازم يكون المنتخب روح الشباب مسيطرة عليه. دايما المنتخبات اللي بتعمل نتائج كبيرة اللي يكون معدل الأعمار فيها مثلا يعني من 23 ل 26 سنة. من 23 ل 26 سنة. عدد عنصر أو 2 3. ما أنا بقول لك، ما هو ده هتضربهم كلهم في بعضهم في الخلاط. يعني هتلاقي 21 و22 و23 وهتلاقي في 2 3 30 وهتلاقي 1 3 حكاية كده يعني. بس تبقى بحيث إنك لما تجمع معدل الأعمار يعني هقول لك ما يتجاوزش 27 سنة، ما يتجاوزش 6، كل ما أقل من 26 أو 27 أعتقد إن ده هيكون أفضل ويكون مميز يعني. لو بصيت لمنتخب فرنسا اللي فاز بكاس العالم هتلاقي معدل الاعمار بتاعه كده، هتلاقي معدل الاعمار بتاعه في السن ده. ده دليل عنه، واعظم بطولات كبيره جدا حتى الموضوع ده كان معمول عليه دراسات ومعمول عليه قياسات، فقالوا ان كل اللي في العشرينات اللي في المرحله دي هم اللي بيقدروا. ليه؟ لان دول بيبقى عندهم معدلات جري كبيره جدا، بيبقى عندهم معدلات سرعات كبيره جدا، بيعملوا اقصى طاقه في الملعب. منتخب فرنسا، منتخب فرنسا لما خد كاس العالم في 98 كان برده عنده عناصر كبيره جدا من الشباب، ابرزهم زيدان واللي قدروا بعديها ياخدوا بطوله الامم الاوروبيه وكلام من ده. بالظبط. لكن مش هتلاقي منتخب معدل الاعمار في من 30 ل 33 سنه يقدر ياخد، لان مؤكد ان في حاجات مش هيقدروا يعملوها. صح. دي ما فيهاش فصال، العلم اثبت طبيعي. هذا يعني. طبيعي. واخد بالك؟ لذلك طبعا مطلوب الكابتن حسام بدري ان ينزل بمعدل الاعمار بتاع منتخب مصر. طيب. طبعا الخبرات مطلوبه، ما حدش يقدر ينكرها، ما حدش يقدر يبعدها يعني. لكن مهم جدا ان يكون الاعمده الرئيسيه للمنتخب هو من الشباب، لاعبين صغار يعني. طيب، هتكلم عن المنتخب الاول، بس عايز اكمل كلامنا على المنتخب الاولمبي، وبالتحديد بعد ما تأهلنا لطوكيو يا استاذ اوسي قال لك ايه التلاتة بقى اللي هيروح المنتخب من الكبار مين؟ وقعد كل واحد يرشح التلاتة ومن وجهة نظره اصل ده افضل ده افضل وكلام من ده. النهارده تصريحات مهمة جدا رمضان الصبحي قال يا جماعة المفروض ندي الناس اللي عملت الانجاز ده حقها الاول، وبعد كده لما يجي توقيت اختيار التلاتة اللي ينضموا للمنتخب الاولمبي يبقى الكابتن شوقي غريب هو اللي يختار يعني. رأيك ايه؟
طبعا هي المعلومه دي اترمت بعد ما المنتخب ما تاهل مباشره. هي معلومه كانت معروفه. وهي معلومه معروفه. لكن عمليه فتحها وعمليه توقيتها يعني عمليه مختلفه تماما يعني. المفروض كانت، وخصوصا انت بتتكلم انطلاق الالعاب الاولمبيه في 24 يوليو 2020. انت بتتكلم في 8 9 شهور يعني. لسه. يعني من لسه. مين اللي هيكون في فورمه عاليه؟ مين اللي هيكون سليم؟ مين اللي هيكون مصاب؟ مين اللي هيكون مش موجود؟ مين اللي هيكون موجود من المنتخب الاولمبي؟ مين اللي مش هيكون موجود من المنتخب الاولمبي؟ يعني ما حد يضمن اي حاجه. ده احنا ما نضمنش لغايه بكره يحصل لنا ايه. خصوصا ان انت عندك عناصر في المنتخب الاولمبي اصلا مصابين. يعني انت مثلا لو رجع لك محمد محمود وكريم نيدفيد، تمام، هتبقى محتاج حد في نص الملعب. مع الله اعلم كابتن شوقي غريب هتبقى وجهه نظره ايه. لو رجع لك طاهر محمد طاهر هتبقى محتاج مثلا. هي دي اصلا يعني اتعملت من قبل، يعني انت عارف الاول كان مسموح، كانت المنتخبات الاولى في الدول هي اللي بتشارك في الالعاب الاولمبيه. فلما شافوا ان ده هيكون منافس لكاس العالم، يبقى كاس عالم ثانيه مكرره يعني، فجه الفيفا اعترض على هذا الامر مع اللجان الاولمبيه، وتم تغيير الامور بحيث ان يبقى ده للشباب دون 23 عام مع الاستعانه بثلاث عناصر من الكبار. بالظبط. ثلاث عناصر من الكبار، اي ثلاث عناصر من الكبار، ده امر متروك للكابتن شوقي غريب. وارد ان هو ياخدهم، وارد ان هو ما ياخدهمش، ممكن ما يكونش محتاج حد يكون موجود، ممكن يكون محتاج حد يدعمه. انا شايف ان الافضل ان احنا نغلق هذا الملف تماما عشان ما نسببش احباط لعيبه المنتخب الاولمبي. وكمان وهي داخلين الفاينل يعني، شوف حتى الرساله وصلت للعيبه وظهرت في تصريحات الكابتن. صح. اللي هو رمضان صبحي يعني احنا كلنا دلوقتي يا جماعه، انت بنفكر في باقي 8 شهور على الالعاب الاولمبيه، وعندنا حتى لو ما عندناش مباراه، حتى بعد ما ناخد البطوله سيب الناس دي تفرح، سيب الناس تستمتع، والناس دي حققت الانجاز. وطبعا برضو عايز اقول ان دي مش حاجه سلبيه بالنسبه للعيبه المنتخب الاولمبي يا جماعه. لا دي هتبقى داعم يعني، ده دعم ليهم يعني. يعني ممكن يكون عندنا 3 4 لعيبه في مصر يعني في التوب في الوقت ده هيكونوا مدعمين. ما قبل كده شارك كابتن ابو تريكه لو افتكرت في 2012، ابو تريكه واحمد فتحي محمد متعب، وكانوا موجودين وكانوا مميزين في دوره الالعاب الاولمبيه يعني. واعتقد ان اي لاعب يتمنى ان يشارك في دوري الالعاب الاولمبيه سواء كبير او صغير طبعا. فلما تلاقي ناس من اللي عندنا اللي شاركوا في كاس العالم كمان يشاركوا في دوري الالعاب الاولمبيه، ده يبقى شارك في كل حاجه. صح. بيشارك كاس عالم والعاب اولمبيه ولعب بره ولعب جوه ولعب في الدوري، حاجات اكيد هتبقى اضافه لاي حد، وقبل ان تكون اضافه للمنتخب الاولمبي. لكن انا اتمنى ان احنا نغلق هذا ملف نهائيا الان. واعتقد ان الكابتن شوقي غريب كان حكيما عندما قال انا لا اتحدث في هذا الامر اطلاقا ومش مسموح نتكلم فيه. لكن طبعا انت عارف الاعلام والصحافه والدنيا كلها بيحبوا يسبقوا الاحداث ويحبوا يتكلموا في هذا الامر، طبعا من حق اي حد يتكلم يعني. لكن عادي جدا، اهم حاجه ان المدير الفني لم يعلن عن شيء، وان الفريق مركز في اموره، والامور خلاص ان شاء الله تقترب من ان احنا نتوج. شريف كرامي نجم النادي الاهلي منتخب مصر من ساعتين تقريبا كده كتب تويتر بخصوص هذه القصه يا استاذ اوسي، وقال يا جماعه في الوقت اللي احنا المفروض بنحضر ازاي نعد المنتخب ده للاولمبياد، وازاي ندعمه، وازاي نسخر له كل العوامل اللي تساعده على النجاح، بنتكلم على الثلاثه اللي انضموا للمنتخب الاولمبي من الكبار يعني. فشايف ان الموضوع ده غير منطقي طبعا، زي التويتر اللي كان كده لو تعرفوا يا جماعه بتاعت شريف كرامي. طبعا شريف كابتن شريف من الناس المحترمه جدا، والناس اللي دايما انا شخصيا من المعجب بارائهم، وعنده عقلانيه كبيره جدا في الكلام يعني في دايما يعني حد مثقف ومحترم ومهذب وما بيجرحش حد يعني. بالظبط. فكون ان يقول الكلام ده طبعا بيصير في نفس الاتجاه اللي احنا بنتكلم فيه يعني. ان طبعا ندعم المنتخب الاولمبي بكل قوه، ونترك الامور حتى اخر لحظه لما يكون فيها اعلان القائمه القرار للكابتن شوقي غريب. بالظبط. هو اللي اراد ان ياخذ معاه، محتاج ان يدعم. انت من تعرف منين مدينة مثلا؟ فوجئنا ان هو فوجئ ان محمد محمود اصيب، وكريم ندفد اصيب، وطار محمد طار اصيب. ما انت مش عارف مين اللي هيبقى معاك ومين مش هيبقى معاك يعني. واللعيبه دي كلها هتبقى موجوده في الدوري مع الانديه بتاعتها يعني. يا ترى مين اللي هيكون موجود في الوقت ده يا جماعه بعد 6 شهور؟ وحد كان يتخيل ان حمدي فتحي اللي الاهلي معتمد عليه بشكل كبير جدا، واللي بات اساسي، واللي مكسب المنتخب الماتشين الودين اللي قبله، يصاب ويتم ابعاده خالص؟ طب حد كان يقول لك حد كان يتوقع ان محمد محمود بعد ما يجي له يخلص الصليبي والعلاج يجي له صليبي تاني قبل ما ينزل مباراه يعني؟ يعني يا جماعه يعني في حاجات كتيره جدا يعني ما اقدرش نقول دلوقتي يعني. اقول لك دلوقتي طبعا كله بيقول لك هيضم محمد صلاح. طب ما محمد صلاح ما بيلعبش معانا دلوقتي اهو يعني. احنا عارفين محمد صلاح هيكون فين. ربنا طبعا يحميه ويشفيه ويحميه من كل مرض،
وكل اصابه يا رب ان شاء الله ويكون في اعلى قمته في المرحله الجايه. لكن دعنا نقفل هذا الملف يا كابتن امير ويتم اغلاقه تماما تماما، ليس الان فقط، ليس عشان ماتش بكره فقط، لا خلال المرحله اللي جايه. والمنتخب اليوم بيتعمل له برنامج اعداد قوي جدا. طبعا. لما انت مطلوب يعمل لك برنامج اعداد، خلي بالك يعني مهم جدا الموضوع ده يعني لازم. يعني بس انت امتى هيبقى امتى يا استاذ اسامه؟ لا لازم هيتعمل حتى على الاقل في الاجنده الدوليه، في الاجنده الدوليه اللي هتبقى موجوده هتلعب. بس خلي بالك في التوقيت ده كابتن حسام بدري هيستعين ببعض عناصر المنتخب الاولمبي، لا عشان ده هيبقى عندنا تصفيات كاس عالم. انا عندي المنتخب هم دلوقتي انت داخل على المنتخبين مع بعض يعني ما عندكش مشكله يعني. بس عندي يتم عمل معسكر اعداد او مباريات اعداد على اعلى مستوى للمنتخب، لانك انت هتروح تلعب مع مستويات عالميه. خلي بالك ان 23 سنه ده تحت 23 سنه ده لعيبه عالميه هتشوفها في البطوله يعني. انت لو خلصت الدوري في ميعاد المفروض يكون منطقي مثلا شهر 5 فهيبقى عندك من اخر 5 مثلا عندك شهرين بدايه البطوله يعني عندك شهر ونص ولا شهرين عندك ممكن شهرين. تستعد من يكون عندك شهرين كويسين. بس اهم حاجه ان الدوري ينتظم، دي اهم حاجه. لو ما انتظمش هتلاقي في مؤجلات فبالتالي هتاخد الوقت ده كله. والله ان الدوري ينتظم دي يا استاذ امير دي غير مضمونه على الاطلاق في اتحاد الكره المصري لكره القدم، لان قبل بدايه الموسم الاستاذ عمرو الجنايني قال حاجات وما نفذهاش. مفيش مش هتنزل مرات ونزلت. فنتمنى ان ما يكونش في تاجيل يعني. تشعر ان الدوري المصري خلق ليؤجل. متعودين على كده في الحقيقه للاسف. فنتمنى يعني او وجد ليكون رمز المؤجلات. كل الدولات اللي في العالم او اعظم الدولات على الاقل اللي احنا بنشوفها وبنتابعها نادرا ما تلاقي ان في مباراه مؤجله. نتمنى ان احنا يعني يكونوا استفادوا من الخطا اللي حصل ده قبل التوقف وما يتمش توقف الدوري يعني، بحيث ان الدوري ينتهي في موعده وتترك فرصه للمنتخب الاولمبي ده عشان يستعد بشكل قوي وشكل كويس وشكل مميز وتكون محضر له من الان اجنده يعني. ابدا من دلوقتي قبلها بخمس ست شهور بتحضر لي ان هو هيلعب ماتش كذا وكذا وكذا. الناس بتعمل كده، بتدفع على الماتشات قبلها بسنه يعني. فمهم جدا ان ده يحصل خلال المرحله اللي جايه يعني. ان شاء الله النهارده وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي اجتمع مع الجهاز الفني واللاعبين وكمان الاستاذ عمرو الجنايني رئيس اللجنه الخماسيه، وكان اجتماع مهم جدا وشدد على ان التتويج بالبطوله ده هيكمل الفرحه عند الشعب المصري. ده في كلامه طبعا مع اللاعبين، قال ان هو فخور بيهم جدا بالمستوى اللي المنتخب حققه لحد دلوقتي، وقال احنا مستنيين منهم المزيد من الجهد وعندنا ثقه كبيره جدا ان القياده السياسيه والجماهيريه المصريه تقف خلف منتخبنا الاولمبي. طبعا كلام واجتماع مهم جدا. طبعا كلام مهم جدا من معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي. ويمكن نفس اللقاء ده كان معاهم قبل الماتش بتاع جنوب افريقيا وخدهم وراح اكلهم كبده فانتصروا. يا ترى اكلهم كبده تاني النهارده يعني؟ اكيد تلاقي الوزير عمل لهم او حضر معاهم اي عشاء او غداء يعني. فمهم جدا ان يكون طبعا ان الناس تحس ان الدوله كلها واقفه وراهم طبعا. والوزير بيمثل الدوله في هذه النقطه، اتحاد الكره واقف وراهم، ده شيء مهم وكلام مهم جدا. ودايما انت بطوله بتتلعب على ارضك وسط جمهورك وعلى ملعبك، طب يعني لو ما كسبتش بطوله دي يبقى ايه؟ مهم جدا انك تكسبها، لازم تكسبها يعني مع اي فريق ايا كان الهدف الفني اللي انت بتواجهه يعني. وانا شايف ان فريق كوت ديفوار يعني فريق غانا اللي طلع لاقصى، انا شايف ان غانا كانت اعلى يعني. طبعا الكل من قبل البطوله بيقول ان كوت ديفوار اعلى ومميزه وجامده وكل الحاجات دي جميله، لكن الماتش الاخير اللي احنا شفناه ان فرقه غانا فرقه قويه جدا وفرقه مميزه، واتوقع ان هي اللي هتنال البطاقه الثالثه يعني. التويته بتاعت شريف اكرامي يا استاذ اوسي بيقول لم نتساءل عن خارطه الاعداد القوي او كيف سيطور اللاعبين والجهاز الفني انفسهم للاولمبياد او هل سيساعد الدوري المصري اللاعبين على الظهور بشكل مشرف في طوكيو، بل اول سؤال تم طرحه للراي العام من هو الثلاثي الكبير الذي سيستحق الانضمام؟ كاننا اعتدنا السطحيه واحترفنا الجدل وادمنا الاختلاف. والله الراجل كاتب خلاصه بصراحه. يعني كلام مهم جدا طبعا، كلام مهم جدا من نجم كبير واتكلمنا فيه طبعا فمهم جدا طبعا. زي ما هو يعني هو شريف يقصد ان احنا لازم نهتم بالمنتخب الاولمبي بشكل كبير جدا. طبعا تجاوز مرحله المباراه بتاعت بكره ان بعد كده نفكر في اعداد ده هيلعب ازاي وسط العمالقه العالم اللي موجودين. خلي بالك الالعاب الاولمبيه دي اعلى محفل رياضي موجود في الكون طبعا طبعا يعني، دي اعلى حاجه المستوى الرياضي على العالم يعني. الحاجه الوحيده اللي فيها ان هي كره القدم يعني كاس العالم، علشان ما يبوظوش كاس العالم فخلوا
ان الشباب دول 23 عام، والشباب دول 23 عام دول وبيبقى فيها كمان امهر، يعني هتلاقي ميسي مع منتخب الارجنتين، أكيد. هتلاقي نيمار مع منتخب البرازيل، شور الحاجات دي هتلاقيها موجوده يعني. فهتلاقي فيها نجوم كبار غير اللعيبه مبابي بتاع فرنسا هتلاقيه موجود يعني، هو كده كده هو في المنتخب كده 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 موجود يعني. فانت بتتكلم على واحد من اعظم لعيبه العالم يعني، واخد بالك؟ ممكن لو البرتغال موجوده ممكن تلاقي كريستيانو رونالدو مثلا يعني، واخد بالك؟ فمهم جدا ان احنا نفكر في التجهيز لمواجهه الناس دي عشان نلعب وعشان نعمل اداء كويس. كابتن شوقي قال ان انا لو انا تم دعمي بشكل كبير جدا وتم تنفيذ البرنامج اللي انا طالبه هقدر اجيب ميدالية. طبعا ده كلام مهم جدا وده حلم كبير جدا وليس بعيدا، لان ياما نيجيريا قبل كده فازت، غانا قبل كده فازت، يعني مهم جدا ان احنا ان شاء الله نكون موجودين في المره ال 12. ودي خلي بالك ان احنا اول مره كنا في الالعاب الاولمبيه كانت 1920، صح؟ الان ندخل الأولمبية نحتفل بمئويتنا في الألعاب الأولمبية في كرة القدم 2020 2020 يعني، بقول لك من 1920 إلى 2020 عملنا أفضل حاجتين فيهم في سنة 28 في أمستردام، وسنة 64 أعظم إنجاز عملناه وآخر إنجاز عملناه كان المركز الرابع وكان في طوكيو، والآن ذاهبون إلى طوكيو. وطوكيو دايما واليابان فيها الخير على الكره المصريه مع النادي الاهلي ومحققنا فيها الميداليه البرونزيه، وكل ما كانت في اليابان كل ما الاهلي كان بيذهب اليها اكتر من مره يعني. فان شاء الله نتفائل خير ونتفائل لكل البعثه الرياضيه المصريه ليس في كره القدم في حجم، لان احنا طبعا تلقينا صدمه عنيفه جدا بعد صدمه رفع الاثقال. دول كنا دول اول ناس اول ميداليات كنا شايفاها معلقه، صح؟ بتوع رفع الاثقال عاملين حسابها الان طارت رفع الاثقال كلها في مصر، ولم يعد حتى لدينا لعبه رفع الاثقال. مصر عظيمه الاثقال في افريقيا والعالم العربي والعالم الان ليس لها يعني، يمكن محمد ايهاب يشارك تحت العالم الاولمبي وده لو حصل على ميداليه، وان شاء الله يحصل على ميداليه، لكن لن تحسب هذه الميداليه لمصر اذا تحقق ميداليات يعني. فنتمنى ان الكل يعني يكون على مستوى المسؤوليه وان نحقق ميداليات كبيره جدا ان شاء الله. اختم معاك بالمنتخب بقى الاول، واللي يعني للاسف بلاش يا امير بس لازم نناقش القصه دي، لان كان المنتخب الاول بيزعل الناس الحقيقه على مدار الاسبوع او العشر ايام اللي فاتوا من خلال مواجهتي كينيا وجزر القمر. رايك ايه في الاداء والنتائج السلبيه دي؟ طبعا بص، ملخص اللي حصل ان الماتشات كلها المنتخب الاول لم تكن على المستوى المطلوب، كل الماتشات شارت على رتم واحد يعني. احنا كنا متخيلين ان الاداء المنتخب في المباريات الوديه وهو بيلعب مع بتسوانا وبيلعب مع ليبيريا، قلنا دي ماتشات وديه والولاد مش مركزين والجهاز الفني بيجرب حاجات وبتاع، فهنشوف شكل مختلف في المباريات الرسميه. معلش هرجع للمنتخب الاولمبي، المنتخب الاولمبي برضه لعب ماتشين مع جنوب افريقيا قبل البطوله، وانا كنت بقول لك انا فاكر انت بتفتكر، انا قلت لك انا قلقان من المنتخب الاولمبي، قلقان من الظهور اللي احنا ظهرنا بيه، لكن شوف جم في المباريات الرسميه شفنا شكل مختلف وشكل مغاير. الروح ساعات بتعوض بعض الجوانب الفنيه، لا يعني شفنا الدنيا اختلفت لما اتحطيت في موقع المسؤوليه بقيت راجل وشلت يعني، لكن دول استمر نفس الريتم بنفس الشكل بل اسوء. لما تلعب مع منتخب زي منتخب كينيا يعني اكثر ما فعله ان هو تأهل 6 مرات لنهائيات الامم الافريقيه، انت فايز بالبطوله دي 7 مرات، رقم قياسي ريكورد بالنسبه لك يعني. يعني هو تأهل 6 مرات انت فايز بيها 7 مرات يعني، غير الفاينالات اللي انت وصلت لها والسيمي فاينالات، حاجات بشعه جدا انت عاملها في البطوله يعني، ولك تاريخ هو الاعظم على مستوى القاره الافريقيه. ان تاتي امام منتخب كينيا وتظهر بهذا الشكل وهذا المستوى ولاعب ياخد كره من نص الملعب يوصل بيها لغايه الجون عندك ويخترق الدنيا كلها كان ميسي بتلعبه، فكانت حاجه كارثيه. وعلى فكره المشهد تقريبا تكرر بشكل اقل شويه في ماتش الجزر القمر، فعلا حصل حصل ويتصدى ان يكون نجم المباراتين محمد الشناوي ينقذك من الهزيمه في القاهره على ارضك من كينيا، طبعا كان يعني حاجه محزنه. الاسباب ايه اللي خليتنا كده يا استاذ اوسيا؟ لما احنا الاسباب ما قلناها، ما فيش روح قتاليه، ما فيش رجوله في الاداء، ما فيش اصرار، ما فيش عزيمه، ما فيش لعيبه مميزه. ما هو كل ده كتير مع بعض، ومؤكد ان الاداره الفنيه لها دور يعني، انا مش عارف المدرب يعني، لكن انا في كل الاحوال يعني ايه يا استاذ اسيد، ان ما كانش في احتكاك قوي قبل الماتشين دول يعني. احنا لعبنا ليبيريا وبتسوانا يعني، بقول لك يا استاذ امير انت عايز للجزر القمر عايز لها احتكاك قوي؟ لا اي احتكاك، لا 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 يعني فرقه جزر القمر دي يعني مع احترامي ليها، دي هذه لم تتاهل لنهائي امم افريقيا على الاطلاق، انا بقول لك دي تاهلت 6 جزر القمر لو ما تاهلت ده يعني انا مش عايز اقول لو احنا بعتنا لها اي فرقه من الدوري المصري هتعمل نتيجه افضل من كده يعني. لا يعني دي لا تقول لي فيها اعداد ولا تقول لي فيها تدريب ولا تقول لي مدرب ولا جاي، انا مع احترامي طبعا للاراء يعني، لكن ما تقول لي جزر القمر تعادل مع منتخب مصر يعني اعتقد دي حاجه يعني غريبه جدا يعني، ما ينفعش يعني. زي مثلا ما تقول لي مثلا البرازيل تتعادل مع الصومال، طب يا الصومال بتلعب كرة عندها كرة يعني ما بتتأهلش اصلا، لكن في ماتش جامعة بين البرازيل والصومال وتعادلوا مع بعض،
هتقول لي بقى هتقول لي مثلا يعني هي نفس المستوى. يعني انت بتتكلم في دوله يعني جزء القمر مع احترامنا وتقديرنا الشديد ليها يعني تعدادها 800,000 نسمة يعني وليس لها وجود في كرة القدم، لا بتتواجد في بطولات الكاف ولا في الكونفدرالية ولا في دوري الأبطال ولا في يعني داخلة في التصفيات معاك من ضمن ال 52 دولة اللي داخلين أيا كانوا يعني. فإنك أنت تروح وتتعادل وبرضه كان ممكن تكسبك وان الشناوي ينقذ جون وانك يعني يخش ويلعبوا جوه منطقه الجزاء بتاعتك، ده انت مش موجود يا استاذ. مطلوب من الجهاز الفني دي حاجه كارثيه. ده بص ده حاجه كارثيه تحمل مسؤوليتها اللاعبين وتحمل مسؤوليتها الجهاز الفني طبعا يعني. مطلوب الجهاز الفني، الجهاز الفني قدامه دلوقتي لغايه اغسطس على ما يجي، مطلوب ان يعيد ترتيب اوراقه ويقدم لنا شكل جديد وشكل مختلف للكره المصريه والمنتخبات ويختار لعيبه على مستوى المسؤوليه. عندنا تجمعين يعني، ده في شهر مارس وبعديه تجمع اخر شهر مارس ده هيبقى تصفيات كاس عالم وكده. ازاي يتعامل الجهاز الفني؟ ازاي يفكر تفكيره يبقى ازاي خلال الفتره اللي جايه؟ لا مؤكد ان الكابتن حسام البدري هيعيد ترتيب اوراقه، هو ده قدامه وقت طويل جدا يعني زي مبدئيا قدامنا لغايه مارس قبل كاس الامم الافريقيه. اعتقد ان هو هيعيد ترتيب اوراقه كبير جدا وعنده اوراق مهمه جدا هيستعين بيها يعني. يعني انا متاكد ان هيتم تفوير عدد كبير جدا من اللعيبه اللي موجوده دلوقتي في المنتخب ويلعب بشكل وطرق مختلفه. اعتقد ان الامور ما انتهتش يعني. يا استاذ اوسي بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. ربنا يخليك يا امير، انا بشكرك. نورنا حبيبي يا امير، ربنا يخليك. واكيد نتمنى كل التوفيق للمنتخب الاولمبي بكره باذن الله، ونتمنى كل التوفيق للمنتخب الاول، نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في التحديات المقبله بدايه من يوم الاثنين اللي جاي. دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا النهارده، حلقه نهايه الاسبوع. انتظرونا في اسبوع جديد من نفس البرنامج يوم السبت، هيكون حلقه غايه في الاهميه وضيف مهم جدا باذن الله تعالى هيكون في خلال هذه الحلقه ان شاء الله يوم السبت القادم، واسبوع جديد من كلام في الميديا. استنوا، الى اللقاء.